عدد الأصوات الموافقة على النظام الأساسي للنادي الأهلي 14391 صوت، وهي نسبة تزيد عن ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين أطلب أصواتهم. وبناء عليه أصبحت لائحة النظام الأساسي هي السارية للنادي الأهلي. برحب بمشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجماهير. أكيد في البداية ببارك للجمعية العمومية للنادي الأهلي على الانتصار، ولما بتبقى مبسوط كلنا كأهلوية مبسوطين لما بيبقى عندك تحدي كبير، مش هقول معركة، مش هقول تحديات، هنقول تحديات لكن مش هنقول خناقة، مش هنقول الكلام اللي اتقالنا بشكل كبير جدا في الإعلام وإحنا كقناة نادي ما قلناهوش. هقول مبروك للجمعية العمومية المحترمة للنادي الأهلي، واحدة من أرقى الجمعيات العمومية في مصر، مع احترامي للجميع، للنظام اللي أنا شفته والإخلاص اللي أنا شفته. كنت موجود وشفت الفرحة والدموع في عيون الأهلوية. وإحنا هنا مش همشي مع الكلام اللي اتقال كتير على مدار الأسابيع الأخيرة، لكن هقول الكل في واحد، كلنا كنا إيد واحدة وقابلنا التحديات اللي موجودة. والموضوع بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية هو انتصار للحق، وكمان عدم فرض الوصاية، واللي أنا بكتب دستور نادية بإيدي، ده الأهم، وده ولا ليها علاقة بسيادة الوزير ولا ليها علاقة باللجنة الأولمبية، لكن دايما بيعلو القانون، والقانون كان بيدي الحق لمجلس إدارة النادي الأهلي. مفيش بند واضح اللي هو تتعمل في يوم واحد، وقلنا الكلام ده مرارا وتكرارا. النهاردة مرة تانية وتالتة ومليون، أو امبارح كان انتصار لل 15,000 اللي حضروا من الجمعية العمومية للنادي الأهلي. وكمان في الحلقة النهاردة هنتكلم عن أمور كتير جدا جدا، ونوضح لحضراتكم خلال الأسابيع حصل إيه. الاتهامات للنادي الأهلي ومجلس إدارته والجمعيات العمومية والتفرقة اللي حصلت. بس قبل ما أتكلم في الكلام ده كله، وقبل ما أقول أي حاجة، كلمتكم في الأسابيع الأخيرة عن نقطة مهمة جدا، سواء لأعضاء الجمعية العمومية أو سواء لجماهير النادي الأهلي. والنقطة المهمة، لما أي حد بيظهر في الإعلام ويكلم حضرتك بما فيهم إحنا، حضرتك تفكر في الكلام وتفكر فيه كتير وتسمع الآراء كلها عشان تعرف مين اللي بيضحك عليك، مين اللي ليه مصالح، مين اللي بيحب ناديه، مين المخلص لناديه، مين اللي بيقاتل عشان خاطر ناديه. انتوا الحكم، انتوا اللي تقولوا. ومين انا بخاطب هنا؟ كل مشاهدي النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه وجماهيره في كل مكان. احنا من اسعد الناس على المستوى الشخصي، مبسوط فرحان، لان لما تدخل تحدي وتبقى واثق من ادواتك وواثق من اعضاء جمعيتك العموميه المحترمين، بتتكلم بكل قوه، وده اللي حصل. لان الاهلي كمان الكبير قوي، العظيم قوي، صاحب التاريخ الكبير قوي، مش هيغامر باسمه ولا هيدخل في قصص عشان يضر اعضاء جمعيته العموميه. لكن امبارح كتبنا دستورنا، حضرنا بمنتهى القوه. عايز اقول لحضراتكم ارجعوا للتاريخ، الانتخابات ما بيحصلش فيها الارقام دي، الانتخابات داخل النادي الاهلي ما بيحصلش فيها الارقام دي، الجمعيات العمومية للنادي الأهلي على مدار التاريخ ما بيحصلش فيها الأرقام دي. طيب العدد اللي جيت أعتقد 14,975، يعني نقول 15,000. طيب أنا بالنسبة لي الرقم ده كبير وعظيم، عارفين ليه؟ مش هتكلم على الأسبوع اللي قبل الانتخابات وكمية الصراعات اللي موجودة
والكلام على ده مدينة نصر ولا الجزيرة ولا الشيخ زايد والتفرقة اللي بتحصل. مش هتكلم على ده مش عارف عضو الجمعية العمومية أنا جايبه معايا ولا سبته بره بياخد منديل النادي بيقدم له رشوة منديل وتشيرت ومش عارف ووجبات كمان. مش هتكلم على الصحف اللي يوم الانتخاب وهو ده الموضوع اللي أنا هقوله بعض الصحف وبعض المواقع اللي الجمعية مش هيعتمدها اللي قرار من وزير الشباب والرياضة مش عارف هيحصل ايه والراجل اتضح اللي هو ما قالش حاجة ده في تصريح على لسان اللجنة الأولمبية اللي مش هيعتمدوا وخلاص بقت ملغية ده بكلمكم الصبح يوم الجمعة ساعة الانتخاب الصحف بعض الصحف القومية كتبت الكلام ده أنا معايا الحاجات دي بس هنتصر للحق وهتكلم في الحق اللي احنا جايين عشانه هتكلم في ناس هتزعل من كلامي كتير ولو انا هخسر ناس كتير قوي عشان كلمه الحق لا انا هروح للحق واخسر الناس ما عنديش ادنى مشكله كلمنا مره واتنين وتلاته واربعه ناديك الاهم الاهلي العظيم هو الاهم اتكلمنا على اللي دي لايحه داخليه داخل النادي ما فيش انتخابات هو ده اللي احنا قلناه ما قلناش غير ده ما اتكلمناش ولا مره في انتخابات لكن النهارده هنوضح كل حاجه، فهقول لحضراتكم جمله اخيره تخيلوا معايا في ظل اللي انا قلته من شويه صحف بعض الصحف القوميه بعض المواقع اللي ليها اتجاه من شهور وبعض النجوم وبعض الصحفيين اللي بيظهروا علينا في الاعلام وبيدعوا الجمعيه العموميه بكل صراحه ما يروحوش وكل اللي حصل ده ويحضر 15,000 كان نفسي حضراتكم العبد الله قدام حضراتكم بيتكلم كان موجود شفت حاجات ارصدها لحضراتكم مهمه جدا اقولها شفت زوج بيحضن زوجته من الفرحه وساعه سيد المستشار الجليل وهو بيعلن النتيجه شفت دموع سيدات عظيمه ومن فرحتها اللي هي مؤمنه بقضيتها ما انت مهم جدا ما تشوفش المنظر ده غير لما تبقى مؤمن بقضيه بتقاتل على قضية في حب الأهلي فشفت أم دموعها نازلة وأول ما أنا يعني حضنتني وأنا معرفهاش أم عظيمة شفت كل واحد داخل النادي الأهلي شغال بكل عرق وكل مجهود شفت نزاهة في القضاء كنا بكلم حضراتكم على كل صندوقين قريبين من بعض كان في قاضي جليل موجود محترم متابع كل صغيره وكبيره سواء الجمعه او السبت بشكر قضائنا الشامخ العادل بشكر اللجنه اللي كانت موجوده بتدير الانتخابات حاجه مشرفه حاجه محترمه حاجه تشرف قد ايه ال 15,000 كان بنزاهه وحيادية واحترام وتعامل بكل احترام ده اللي احنا شفناه شفنا سعادة ناس مش عايزة تمشي مستنية المفروض النادي الاهلي يقول لنا كمان بشكر الادارة التنفيذية داخل النادي على الامور كانت سهلة الناس بتدخل بتصوت في 3 دقايق وتخرج بمنتهى السرعة وهو ده اللي كنا بنراهن عليه شفت مشهد صعب جدا بره النادي الاهلي في الجزيرة زحمة غير طبيعية عشان ولا المكان ما يناسبش ال 12,500 وتوقعنا وقلنا الكلام ده. اللي حضر وهنا مش هفرق ومش هقول ارقام عشان اللي بيلعبوا على الفتنه. لكن اللي حضر عدد كبير لكن مش هم ال 12,500 فبالتالي الزحمه كانت غير طبيعيه لكن لولا النظام اللي كان عامله النادي الاهلي تخرج بسرعه في ناس كانت بتجري وفي ناس طلعت المدرج انا مش همشي الا غير لما اسمع النتيجه. كل الشكر والاحترام للصورة اهي انا كنت هتكلم في حاجه بس الصوره امام حضراتكم ربنا يا رب يشفيه ويعافيه جاي على كرسي حبا وعشقا في النادي الاهلي ليك مني كل الاحترام والتقدير وغيره كده كتير
ايه الروح النادي الاهلي وجايب التيشيرت الاحمر في الوقت اللي فيه البعض كان بينادي اللي ما حدش يروح؟ دي فتنه يا جماعه، ده بقى مدينه نصر وبقى الجزيره وبقى وامور كتير سمعناها. احنا ما قلناش ده، قلنا ايد واحده. تخيلوا الدعوات اللي قبل اليوم الثاني في التصويت، دعوات صريحه علني بتقول للناس ما تروحوش، وعماله في البعض جاله احباط من الكلام ده. لكن الاهلي لما طران عليه واعضاء جمعيته العموميه وجماهيره في اي حاجه تكسب قبلوا التحدي، والكلام ده زادهم اصرار وعزيمه وقوه عشان بيحبوا الاهلي اكتر من اي حد، عشان يعملوا دستورهم ومحدش يملى عليهم حاجه، عشان يرفضوا فرض الوصايه عليهم ال 15,000 وغير كمان اللي ما قدرش يجي للظروف اللي احنا قلنا عليها، عشان الامانه كانت تقتضي اللي احنا بنقوله. الظروف اللي في داخلين على عيد، البعض اللي بيخرج عشان المدارس بعد العيد على طول، البعض اللي ما رجعش من السفر، وكان في حفلات في الساحل الشمالي، وكان في وكان في وكان في وكان في حاجات كتير جدا. واحنا بنتكلم على ديمقراطيه واللي احنا نخلي المشاركه تزيد، يبقى لازم التوقيت يبقى مناسب. ده اللي احنا قلناه، ولا قلنا انتخابات، ولا قلنا الرمز ده نقول عليه كلمه، ولا قلنا اي كلمه اللي كانت بتتقال خالص. والكل كان بيراهن البعض، مش هقول الكل، كان بيراهن على اعضاء الجمعيه العموميه المحترمين. من هنا بشكر رجال الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي كانوا واقفين على قلب رجل واحد، بكل واحد اهلاوي وبكل واحد بكارنيه اللي هو عليه لوجو الاهلي مش عليه لوجو اي حاجه تانية. بشكر سيدات الاهلي العظام اللي هم ليهم دور مؤثر جدا 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 في السنين الاخيره. دايما اتعاملنا للسيده ما تروحش انتخابات ونتعامل معاها بعنف، دي كانت الحقيقه. لكن المشاركه الحقيقيه وسيدات النادي الاهلي اعضاء الجمعيه العموميه الانتفاضه اللي عملوها حاجه تدعو للفخر، حاجه تدعو للاحترام لسيدات الاهلي العظام. انا بشكركم. خليني اقول لحضراتكم كمان من ضمن الحاجات اللي عايز اقولها، تخيلوا عشان ما يتقالش مش عارف اتحط هنا ايه وفي الصندوق رقم كذا، كالعاده الكل بيشكك. الجمعيه العموميه الوحيده باشراف قضائي كامل، 69 قاضي، حتى دول اتشكك فيهم، وحتى دول من غير ما حد يروح طلع اتقال عليهم كلام. ما هي الدوله بتتبني اللي انت تحترم مؤسساتها، مش تهين الساده القضاه. ما انت مجرد من لن تتقلل منهم هتبقى دي اهانه. البعض بيعمل كده. ده في احد الاعلاميين ملوش علاقه بالرياضه طلع علينا قال لك عاملين مدينه نصر عشان التزوير يبقى هناك. يا بيه يبقى انت ما تعرفش النادي الاهلي. ولا قال لك كمان من ضمن الكوارث ده هيطبخوها هناك. طب ما هو لو هيطبخها هناك وده المبدا بتاعك يبقى هيطبخها في الجزيره ولا ايه؟ لكن العقاب جاء من الجمعيه العموميه، مش من حد تاني، ولا برنامج ولا قناه. الجمعيه العموميه هي يعني المسؤوله عن النادي، هي اللي بتودي ولا بتجيب، وهي اللي تقول كلمتها، وهي اللي بتكتب دستورها، وهي اللي بتقول انا اللي هكتب دستوري بايدي، وده اللي فرحنا وده خلانا كلنا سعداء. عايز ابتدي معاكم القصه النهارده، واشكر كل اهلاوي كان موجود واللي ما قدرش يروح، لكن مش هشكر ابدا اللي دعا لعدم الذهاب للجمعيه العموميه، وعمري ما هشكر ابدا كل من تواطأ وتآمر، من تواطأ وتآمر. ان شاء الله بعد اللي شافه يرجع في الصف، لان الاهلي علمنا كده. قطر ماشي، القطر ده ماشي بقيمه وبمبادئه، اللي عايز يركب القطر مع النادي الاهلي قبل ما يفوته لسه الباب مفتوح. اللي مش عايز يركب القطر خليك مكانك، لكن الناس كلها هتلفظك زي ما انا شفت حاله من الغضب، مش هقول من مين والاسماء اللي اتقالت قدامي، ويسالوا على الاقل من ال 14,000 او ال 15,000 الموجودين اللي جم، على الاقل 14,000 كل واحد بيدخل بيتكلم على شخص او اتنين معينين
او ثلاثة او اربعة مش طايقين يسمعوا اساميهم، يبقى مش احنا اللي هنحاسب. اعضاء الجمعية العمومية هي اللي بتحاسب وهي اللي قالت كلمتها. عشان كده تعظيم سلام للجمعية العمومية المحترمة برجالها بنسائها بشبابها بالناس اللي بتدير بكل فرد اهلاوي محترم قدر يكتب دستوره بايديه. عشان كده هرجع للجمله اللي قالها سياده المستشار، اعتماد الجمعيه العموميه الخاصه للنادي الاهلي. محدش هيقدر يقف قدام 15,000، واللي عايز يقف قدام 15,000 هو حر. مره ثانيه انتصار للحق، ومش الاهلي اللي يجي يقول فرد العضلات على سياده الوزير. عمرنا ما هنطلع نقول كده النهارده، وعمرنا ما هنطلع للجنه الاولمبيه نقول لها انتصرنا عليكم، لان الكبير عمر ما تصرفاته كانت كده، واصحاب الفتنه هم اللي هيقولوا كده النهارده. احنا مش في معركه مع حد. الاهلي من حقه يحط دستوره. هو حط دستوره و15,000، واعلن سياده المستشار الجليل رئيس اللجنه الانتخابيه وقال، قال لك اعتماد الجمعيه العموميه، اعتماد اللائحه الخاصه للنادي الاهلي. فاتمنى تبقى الرساله وصلت للجميع، وهي مش معركه، ده انتصار لينا كلنا كاهلاويه، وكمان حتى اللي كان بيساند وهو مش عضو في الجمعيه العموميه ومعهوش فلوس يشترك بالمبلغ الضخم اللي موجود، لكن ممكن يكون عاشق النادي الاهلي اكتر من اي حد. تحياتي لكل الاهلاويه اللي عارفين الحقيقه وبيساندوا وبيدعموا ناديهم كمان على السوشيال ميديا. ده كان كلام. عايز ابتدي معاكم النهارده باسلوب مختلف شويه عشان نظهر بعض الحقائق. واتكلمت عن الاسابيع اللي فاتت عن بعض الامور، والنهارده بعد الانتصار العظيم للجمعيه العموميه للنادي الاهلي ظهرت كل حاجه. بس دوري كبرنامج نظهر لحضراتكم بعض الكلام. قناه الاهلي كلها اتكلمت على انتخابات؟ لا، ما اتكلمتش على انتخابات. طيب، وهنا هشرك حضراتكم معايا. النادي الاهلي كان بيحط لائحته. سمعتوا برنامج واحد في مصر رياضي ناقش لائحه نادي الزمالك؟ جاوبوا عليا. بخاطب المعترضين عليا قبل اللي بيوافقوني الراي. بخاطب المعترضين عليا قبل اللي بيوافقوني الراي ومعايا وفي ظهري وسندي، حتى لو حطيتوا ارقام التليفونات على 9000 موقع. لكن كل واحد اهلاوي مساند وجدع وراجل ويعلم قيمه البرنامج ده، ويعلم قيمه الجمله اللي انا هقولها دلوقتي قبل ما ادخل في لوائح الانديه الاخرى، فكروا معايا. ما بقولكش خد كلامي كده وصدقه على طول، فكروا معايا. في يوم من الايام جماهير النادي الاهلي تعرضت لضغوط شديده جدا وما كانتش بتعمل حاجه. ساندنا ودعمنا، وكل الكلام ده كان من 3 سنين. الناس كلها حتى المختلفين، صوت الاهلاويه كمل معاك في دارك. حتى لما البعض حاول يتدخل في البرنامج ويكسو البرنامج ويعمل مشاكل معانا البعض، احد رؤساء الانديه، جماهير انتفضت عشان ما ينفعش حد يتدخل جوه ناديها. النهارده بنقاتل على حق من حقوق النادي الاهلي، لانه حق، والجمعيه العموميه قالت كلمتها. لا، انت بتنافق، انت مش منافق على ايه؟ هو ده مش حق من حقوق الاهلي زي ما اتكلمنا عن جماهيرنا المحترمه وساندناها وبكل قوه، ده دورنا برضه. لكن عشان الكلام مش على مزاجك وليك مصالح، انت وهو 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 بقينا وحشين ومشينا وضلينا الطريق. لا، اخسرونا لكن هنمشي في طريقنا، لان احنا مش هنضل الطريق، هنفضل ماشيين في الطريق المحترم اتعلمناه من اول يوم، طريق الصح، طريق الاهلي، طريق الاهلي فوق الجميع، طريق الاحترام والاخلاقيات العاليه والبرامج المحترمه اللي ما تسمعوش فيها لفظ. فهرجع اقول اسمعوا بقى الكلمتين دول وشوفوا. شفتوا برنامج رياضي في مصر ناقش لائحه نادي الزمالك؟ بلاش نادي الزمالك عشان ما تقولوش ان انا متعصب، لاني بحترم جماهير الزمالك جدا، وعرفت اللي فيه حكم النهارده. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى في الايام المفترجه دي يفك كرب جماهير نادي الزمالك ويفك كرب جماهير النادي الاهلي،
لان احنا بنحتوي شبابنا مش بنيجي عليهم. يا رب الحبسه بتبقى صعبه وفي اسر ما بتقدرش تستحمل غياب ابنائها والظروف الصعبه اللي بيمروا بيها، لان في اسر ما تعرفش يعني ايه سجون، في اسر ما تعرفش يعني ايه حبس، في اسر امكانياتها الماديه تستحمل في الوجع ده تستحمل اسبوع، المالية ما تقدرش تستحمل اكتر من كده. فعشان كده من خلال قناة النادي الاهلي بتمنى لجماهير نادي الزمالك ربنا يا رب يخرج لكم ولادكم على خير ويفك كربهم، وبتمنى المجموعة اللي فاضلة من جماهير النادي الاهلي ربنا يا رب صبر اسركم ويتحملوا الضغوط الصعبة اللي موجودة اللي انا عارفها كويس جدا، وكمان تخرجوا بألف سلامة وكلنا نبقى مع بعض ايد واحده زي الاول واكتر ان شاء الله. هرجع للموضوع، مين اتكلم على لائحه سموحه؟ كان في 15 واحد في صوره، قال لك شفت الحشد. مين اتكلم على هليوبلس؟ شفتوا حد ناقش لائحه هليوبلس؟ انا طبعا الانديه دي بحترمها كلها وبحترم اعضاء جمعيتها العموميه، لكن انا مش بناقش بتدخل في شؤونهم، انا بناقش اللي معترض عليا واللي موافقني الرأي. شفتوا حد بيتكلم على النادي سبورتنج في اسكندرية؟ لو حد شاف حد ناقش أي لايحة غير الأهلي في القنوات قولولي، يمكن أنا غلطان. فدورنا اللي كنا نقف حائط صد، حائط صد لتغييب الوعي والضحك على الجماهير والضحك على الصفحات وتسريب الكلام للصفحات، وكمان الضحك بعقول الجمعية العمومية وتسريب الفتنة والخيانة وكلام على انتخابات. واحنا قلنا هنا، بذكر نفسي واذكر حضراتكم، وانا قلت في البرنامج اللي يتكلم على الانتخابات يبقى خاين، اللي يتكلم على الانتخابات يبقى خاين. ده ناس نادي رئيس مجلس ادارته بيعمل لائحة لاعضاء الجمعية العمومية وبينتصر ونحاز لجمعيته العمومية، واعضاء جمعيته العمومية طلبته بيومين الناس اشتغلت على ده. ايه الغلط في كده؟ بس السؤال هنا، مين اللي ناقش النوادي اللي انا قلتها اللوائح بتاعتها؟ مين اللي حول اللائحه اللي بيكتبها النادي وبيعبر عن دستوره حولها لانتخابات؟ احنا؟ مين اللي دخل اسم الكابتن محمود الخطيب في جمله مفيده؟ الرمز الكبير اللي انا على المستوى الشخصي بحترمه وكل مصر بتحترمه، مش جمهور الاهلي بس، مين اللي دخله بجمله مفيده؟ مين اللي قال اول برنامج في مصر؟ مين اللي قال الاقصاء واقسم بالله على الشاشه اللي فيه اقصاء ثلاث مرات؟ احنا؟ ده كابتن محمود الخطيب ما تكلمش في اي حته، ما تكلمش في اي حته، انت اللي مصر تتكلم، انت اللي مصر تعمل صراع انتخابي وفتنه وبلبله. عشان كده أنا هبتدي لحضراتكم القصة من البداية وأنتوا الحكم وتشوفوا إحنا قلنا ولا مين اللي ابتدى القصة من البداية. وأقحم رمزنا اللي بنحترمه الكابتن محمود الخطيب في كلام وقال إقصاء وقال مدينة نصر والجزيرة ومش عارف وإيه والصحف ومواقع تاخد الكلام استنبة ويتقال في الآخر لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي الشرفاء، يتقال لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي الشرفاء منديل وتشيرت وإزازة مية ووجبة. اتقوا الله في الأهلي. عشان كده أنا هبتدي القصة من البداية مع حضراتكم النهاردة وبكل هدوء. تعالوا نشوف مين اللي ابتدى القصة. اتفضل. النقطة المهمة اللي أنا بصوا هفضل أقول عليها مهما الناس أفضل فضلت يعني إيه تجادل وتنكف معايا، لكن هفضل أقول لكم وانا مصمم عليها، وهي البند الخاص بمنع الكابتن محمود الخطيب من الترشح. في اوضح من كده؟ تاني اهو هقولها مرتين كمان عشان يبقى ثلاث مرات. البند الخاص بمنع الكابتن محمود الخطيب من الترشح، ثالث اهو. البند الخاص انه محمود الخطيب ما ينزلش يبقى مترشح للانتخابات الرئاسه المقبله. ان تكون مده مجلس الاداره 8 سنوات، يعني ياخد دورتين كل دوره 4 سنوات. مين اللي ابتدى انتخابات يا فندم؟ مين اللي اقسم وقال والله العظيم وقال اقسم بالله؟ مين اللي قال؟ احنا اتكلمنا انتخابات، دي كانت البدايه، بدايه الفتنه
بداية الصراع وإقحام اسم الكابتن محمود الخطيب الرمز الكبير المحترم، وتدخله في جملة مفيدة وبدأت انتخابات وإحنا بنتكلم على لائحة، بنتكلم على لائحة في الآخر ولا طلع ولا في إقصاء ولا في 8 سنوات ده أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي بيكتبوا دستورهم، ورجعت تاني تتكلم في الانتخابات وتدخل الكابتن محمود الخطيب في صراع انتخابي وتعمل فتنة وتقول اللي انت بتنقل رسالة عن الكابتن خطيب، انت اللي قلت كده. طب تعالوا نسمع انت قلت ايه. اتفضل. الاهلي اتكلمت مع الكابتن محمود الخطيب من كام يوم، تمام، حصل حوار مطول معايا وانا بعتز وبتشرف ان انا اكون بس يعني زملت وصداقت الكابتن محمود الخطيب، قلت قعدنا نتكلم دردش، يعني في ناس كتير عارفه ان انا يمكن لي علاقه بيه، بتكلم معاه، بنتقابل اسريا وبعتزل لي علاقه اسريا انا هو. فقلت له مش هتتكلم؟ قال لي اتكلم في ايه؟ قلت له يا كابتن الناس كلها بتقول انت هتتكلم. قال لي انت عايزني دلوقتي اخش عشان اعمل انقسام في النادي الاهلي؟ قلت له انقسام؟ قال لي طبعا يا ابني، في جماعه عموميه وفي ناس وفي ناس راح تدلي برايها. طب انا هقول لك حاجه لطيفه جدا، كابتن حسن حمدي كنت بتكلم معاه امبارح، قال لي اخبار الجماعه العموميه؟ قلت له بكره. قال لي تصدق الواحد من كتر انشغاله يا احمد تخيلت انها النهارده. قال لي ربنا يستر اليومين دول يعدوا على خير على النادي الاهلي. زي ما قلت في اقصاء وطلع ما فيش، زي ما قلت في 8 سنين وطلع ما فيش، انا بقى بقول لك ما فيش رساله من الكابتن محمود الخطيب قال لك وجهها خالص. انت بتزايد، انت بتلعب انتخابات وده مش وقت انتخابات، وكل واحد يلعب انتخابات هو خاين. لان احنا كنا بنتكلم عن لائحتنا، لان الكابتن الخطيب لو هيبعت رساله اتصور مليون المية مش هيبعتها عن طريقك انت، هيدور على حد تاني غيرك انت. تعالوا شوف انا ماشي مع حضراتكم بالتسلسل وكل دوت حضراتكم، وانا قلت لكم قبل كده اللي احنا كنا رد الفعل، احنا مش الفعل، بنوضح كل يوم ونقول اللي بيعمله كل يوم ده مش انتخابات، مش انتخابات، تعبنا من كتر ما بنقول، ومصمم يلعب الانتخابات ومصمم يلعب فتنه ومصمم مدينه نصر الشيخ زايد وطلب يعمل حلقه في يوم مش اجازته، يوم اجازته الراجل طلب يعمل حلقه وطلع علينا عشان يحبط الناس، يلعب بمشاعر الناس. فمره ثانيه بمنتهى الهدوء لما هتوصل رسالة مش هيبعتها عن طريق. روح للي بعد كده عشان ابين لحضراتكم الفتنة كمان اللي اكبر من كده، نروح نشوفها مع حضراتكم. اتفضل. خاص بتاعك. شرف ليا وسعيد ان انا اكون موجود معاك، وعايز اقول بس السادة المشاهدين ان انا ضيف بناء على طلب، يعني استأذنت. لا ازيك ضايع لانه انا ده انا اللي ضيف يا كابتن. والله فبشكرك على الاستضافه. انا بيعجبني التواضع بتاعك كابتن. لا انا بقول والله بقر واقع والله يا جماعه، فانا الحقيقه لانه لقيت طلبات كتيره جدا ان انا اظهر النهارده، فيعني انا عارف ان حضرتك مسافر بكره باذن الله عشان الحج ان شاء الله، تدعي لنا كده. حالاتنا مستمره زي ما هي يعني عشان الناس ما تفكرش احنا مش موجودين في الاهلي. لا السؤال ما بقاش كده. مين اللي خسر النهارده؟ مين اللي خسر؟ اللي خسر النادي الاهلي. بالنسبه للنادي الاهلي اللي خسر النادي الاهلي النهارده مفيش كسبان، لا محمود طاهر كسبان ولا محمود الخطيب كسبان. طب محمود الكابتن الخطيب ماله؟ هكمل. ولا محمود الخطيب كسبان ولا اهلي الشيخ زايد كسبان ولا اهلي مدينه نصر كسبان ولا اهلي الجزيره كسبان ولا اهلي الكلام ده كابتن؟ طبعا بقوله وقلبي بيتقطع. لان النهارده كان اول مسمار في تقسيم النادي الاهلي من وجهه نظري. الكلام مش انا اللي قلته، واحنا رد الفعل، وده دورنا وده واجبنا قدام ربنا سبحانه وتعالى وقدام النادي الاهلي اللي خيره علينا. انت اللي بتتكلم على التقسيم، وانت اللي اقحمت الاسم، وانت اللي عملت فتنه، وانت اللي طلبت تيجي في يوم مش يومك، مش احنا اللي بنعمل كده. مش انت اللي وشك باين فيه الغضب لما لقيت الناس بقت ايد واحده. مش احنا اللي قلنا اللي تطلع تقسم الناس، انت اللي بتقول، انت اللي قلت تقسيم، وانت اللي قلت اقحام رموزنا، وانت اللي قلت الشيخ زايد، وقلت الجزيره، وقلت مدينه ناصر، انت اللي قلت. عارف مين اللي خسران؟ انت اللي خسران. لو كنت جيت
كنت هتتعاقب عقاب شديد زي ما المراسلين بتوعك اتعاقبوا. انا افهم البرنامج الكبير لما يروح يغطي الزمالك يبقى فيه ترحيب، اتفضل يا محترم خش اتفضل غطي الانتخابات بتاعته. نادي الزمالك من اول يوم اتمنع هذا البرنامج من الدخول من على البوابه، ومحدش نطق ولا راح عمل محضر ولا راح حد اتكلم، لان في ناس مسلوبه الاراده قدام ناس معينه. واحنا في زمن اللي يعاملك باحترام ويعاملك بادب ويعاملك باخلاقيات عاليه تعمل له محضر وتشتمه وتهاجمه وتطلع له كل يوم وتطلع له في يوم مش يومك، واللي يمسك لك الكرباج ويضربك كده كل يوم تمام يا باشا، تمام يا فندم، تمام يا بيه، تمام يا متر، تمام يا اي حاجه. احنا في الزمن ده، هي دي الحقيقه. يبقى هرجع لحضراتكم تاني بعد اللي انا بستعرض. احنا ما كناش طرف غير بنحشد ونقول للناس روحوا، روح عبر، اتكلم عن دستورك، روح اتكلم عن لايحتك، روح ما تخليش حد يتدخل جوه ناديك، ما تخليش حد يبقى فيه فرد وصايه عليك. ده اللي كنا بنتكلم فيه، حتى الضيوف اتكلم فيها، حتى المذيعين ما فيش حاجه ما سابوهاش، على اساس اللي انا بتكلم مثلا بيكاسو وداخل يعلمنا كل حاجه. يا عم بالراحه بقى، كل واحد على نفسه شويه. قبل ما اخرج لموضوع اخر، عشان انا عارف السيناريوهات اللي بتتجهز، والحمد لله عندنا اهلاويه رجاله في كل مكان، هتجهزوا فيديو بتاع احمد جمال. كنت في حلقه معاه احمد جمال، انا احترمه واقدره كمذيع لانه شاب، احمد جمال المذيع احترمه اقدره جدا جدا جدا، لانه شخصيه محترمه. انا هو صديق شخصي من زمان، وبيتعب وبيعرق عشان يوصل، مش بتجيله على الجاهز، ودي الحقيقه. اختلف معاه بقى احيانا، ممكن نختلف نتفق. بيحضروا لفيديو يجي يقول لك اللي انا قلت عليه رقم واحد. ايوه قلت لك ان في استفزاز، وكان في نقطه مهمه لازم تعرفوها، اللي كان احمد، انا مش طرف مع حد، لكن كان في مشاكل ما بينه وما بين الاعلامي اللي بنعرض صورته، فانا ما كنتش عايز اخش طرف، فاضطريت ان انا ادخل في عند. هي دي الحقيقه، بقول لكم الحاجه قبل ما تحصل، لكن مش عايز اخرج من موضوعي، وعايز اكمل لحضراتكم اللي انتم شفتوه. يبقى زي ما الفيديوهات ترتيبها، وده كل يوم، انت اللي اتكلمت في الانتخابات يوم واثنين وثلاثه واربعه، انت اللي فرقت اعضاء الجمعيه العموميه، انت اللي كل يوم بتناقش لائحه النادي الاهلي وبتدور على اي حاجه باوردر، وانت عارف من مين، وانت كمان عارف انت بتعمل كده ليه. دي انا مش هقدر اقولها. طب كمان احترم تاريخك كلاعب داخل النادي الاهلي، واللي انت لبست في يوم من الايام تيشيرت النادي الاهلي، لكن انا هنا بتكلم على اعلام، واللي بيشتغل في العمل العام عليه اللي هو يتقبل كل حاجه حتى احنا، لكن لا تمثل النادي الاهلي وانت في اي برنامج. اي نجم سابق موجود احترمه، واحنا كلنا مكملين لبعض. احترمك وانت داخل جدران النادي الاهلي، تروح تشتغل في الاعلام تعمل فتنه داخل النادي الاهلي، بالنسبه لي غير مقبول بالمره. غير مقبول بالمره، اللي تفرق الناس، تحبطهم، تغيب الوعي، تقول كلام مش حقيقه. وعشان كده روحوا شوفوا ابن الاهلي بيقول ايه. لكنه في النهايه شمع وروح، مش كده برضه اللي هيعمل هو القاضي هياخد الصندوق مع البيت، اللي هيعمل يا فندم؟ شمع وروح. يعني واحد ده تاني يعني لذيذ جدا، كان عندنا واحد كده جنب بيتنا، كان عندنا حلاق، انا بقول لك قصه حقيقيه، جنب بيتنا في طنطا والله العظيم ثلاثه. فكان جم شمعوا له المحل، شمعوا المحل. فكان يجيب الصبي الصبح يقول له فك الشمع يالا. يفك الشمع ويفضل يشتغل، ومكنه الحلاق بتاع بالليل وهو مراه له شمع يالا. هو الشمع ده يعني ما هو مش حاجه معموله بال، لا ما بتتفتح وبتتقفل، انت سمحت بالتشكيك، وده اللي قاله الوزير من البدايه. الكلام ده احنا ما نعرفوش داخل النادي الاهلي. الاهلي طول عمره على مدار تاريخه، واي واحد مكاني قاعد هنا في قناه الاهلي مستحيل يقول الكلام ده على ناديه. الاهلي ما يعرفش النوايا الخبيثه والتزوير والكلام ده. ده اهانه للنادي اللي انت اتربيت فيه، وكل يوم تطلع علينا انا الكابتن مش عارف ايه وعملت ايه ورحت فين وعملت ايه. لحم كتافك من خير النادي الاهلي، هو اللي خلى الناس الجماهير كلها دي تعرفك، هو اللي وداك كاس عالم،
وهو اللي خلاك تبقى في البرامج، وهو اي بيت كلنا عايشين فيه هو الاهلي. لكن بالكلام الاهلي ما يعرفش الكلام ده، حضرتك بس اللي تعرف الكلام ده كويس وقوي، وانت اللي قلته. اتفضل. طيب قول لي، يعني اتقال برضو، خليك بصراحه طبعا اتقال انك في نفس الانتخابات في 2010 سويت بطاقات نفسك في بعض السنوات. حصل. حصل. اه طبعا. ده اعتراف احترمك عليه واقدرك عليه. حصل. سوي. في معظم اللي جاي. في معظم اللي جاي. اه في لجنه سودنا فيها 5000 بطاقه. مش الاهلي اللي يعرف الكلام ده. مش الاهلي اللي يعرف الكلام ده. الاهلي عظيم شامخ، بعضها جمعيته العموميه بولاده ورموزه المحترمين. مش الاهلي اللي يعمل الكلام ده. وفي الاخر عايزيننا نسكت يا اهلاويه، وفي الاخر عايزيننا نشوف الغلط، عشان اللي احنا بنجيب الغلط ومش عاجب البعض نبقى في الاخر احنا اللي وحشين. هقول لحضراتكم على حاجه، انا بينت لكم مين اللي اشتغل انتخابات، وعندي اكتر من كده بكتير، لكن النهارده حلقه الانتصار في الحق، حلقه انتصار الجمعيه العموميه. جايين نفرح، وجايين نفرح بالجمعيه العموميه، وجايين نقول لهم مبروك. ونزلت واقرت دستورها ولايحتها. اللي عايز بقى يتكلم يتكلم مع 15000 اللي راحوا وقالوا الاهلي انا مع لايحتي ومع دستوري. لكن انت سبت الدنيا كلها وطلعت متعصب علينا وطلعت تحبط الجمعيه العموميه. هوجه رساله، انت احنا المفروض لما كل واحد بيعمل حاجه لوحده بره الاعلام ما حدش يعرف عنها حاجه، انت طلعت قلت لنا ان حضرتك رايح الحج. وواقف قدام الكعبه. قبل ما اتكلم واوجه نصيحه هقول لك كلمتين. والكلمتين انت عملتهم. طلعت على مدير النادي الاهلي المحترم اللي بياكل او كل جنيه بيدخل جيبه من عرق ومجهود وحب وعشق للنادي الاهلي، هو لواء محترم وعظيم. طلعت قلت عليه سول وهنته وزوجته، وانت بتقول كده اللي انا عرفته كانت زوجته واولاده قاعدين جنبه. طلعت اتكلمت على المحترم المستشار رجاء عطيه المحترم، وقلت انا مش فاهم منك حاجه ومش عارف انت بتعمل ايه وبتودينا يمين وشمال، وهنت الراجل كلام لا يصح اللي هو يتقال. طلعت قلت الشيخ زايد ومدينه نصر واوعوا تروحوا، ده في ناس بيكلموني وعشان كده انا طلعت. محدش كلمك لان لو كنت جيت كنت هتتعاقب عقاب شديد من اللي عملتوه. برنامج راح يصور الصناديق الفاضيه الساعه 10 الصبح ولا 9 الصبح اول ما ابتدت الجمعيه العموميه وموجوده، راح ساب الزحمه ويصوروا الفاضي، وفي الاخر عايزينهم يبقوا موجودين، مع ان النادي الاهلي على مدار تاريخه ممنوع حد يدخل يصور اي قناه. ايام الكابتن حسن وايام الكابتن صالح كنا موجودين وبنشوف. كمان اللي انا عايز اقوله، اتكلمت على رموز كانت في يوم من الايام ماسكه النادي الاهلي، شفنا ناس كتير غلطت وعملت حاجات غلط، لكن ما ينفعش نقول على قناتنا، بنحميها لان ده دورنا. لكن انت طلعت اهنت اعضاء جمعيه عموميه سابقين، هنتهم باللفظ والقول وكل حاجه. طلعت اتكلمت كتير قوي عن جماهير النادي الاهلي وهنتها وشتمتها وقلت الفاظ لا يصح. وكمان عمرك ما قلت مره واحده بدل ما الاهلي بيتكلم على 10000 زودوا بقى يا امن، زود يا سياده الوزير اللي بيدخل عندك كل يوم. قلت له زود العدد، الاهلي داخل عنده ماتشات افريقيا فاقف جنبه، زودوا التذاكر بدل 20 خلوهم 30، ده شكلهم زي الفل الماتشات اللي فاتت كلها. فرقت وقسمت، الشيخ زايد مش عارف جماله واللائحه دي مالها وكلام صعب قوي. اتكلمت عن رئيس نادي بيتعامل معاك بمنتهى الاحترام، تطلع تقول لي تعمل لي السم في العسل، تطلع تقول لي ده محترم وقيم وحاجه مشرفه وحاجه محترمه، وبعدها بثانيه دي بتفرش لشتمته واهانته. ربنا يهديك، انت عند الكعبه نصيحه من واحد اصغر منك على الهوى. ادعي من قلبك وغمض عينك والمس الكعبه بايديك. ادعي لربنا يغفر لك ذنوبك على مدار الشهر بس الاخير اللي انت عملته في نفسك وفي النادي الاهلي.
اطلع فاصل سريع وارجع لحضرتك. مرحبا بحضراتكم من جديد، وزي ما قلت في البداية النهاردة يوم انتصار لدستور النادي الأهلي والفضل في الجمعية العمومية المحترمة للنادي الأهلي. 15,000 قالوا نعم للائحتنا، نعم لدستورنا، نعم لنادينا العظيم، ما ينفعش اللي احنا نسيبه في التوقيت ده في ظل الصراعات الموجودة وظل الحشد اللي كان موجود من ناس كتير جدا جدا لعدم الذهاب من الجمعية العمومية، ويجي الرقم ده بعد التحدي. فتعظيم سلام للجمعية العمومية. حتى كمان على مستوى الرموز والنجوم اتقال كلام كتير جدا، ده محدش حضر، ده محدش كان موجود، ده مش عارف ايه. طب فريق العمل كان موجود، وكنا عارفين الكلام ده هيحصل، لان الحمد لله معانا مجموعة من الشباب المحترم شغال على كل حاجة وفي كل الاتجاهات، وشغال على، كنا عارفين مسبقا اللي هيحصل الكلام ده. خليني اقول لحضراتكم عشان تبقوا معانا في الصورة، عشان دورنا نظهر الحقيقة للناس. الأسماء اللي موجودة مهم جدا نظهر لحضراتكم. بعض أكيد الجمعية العمومية شكرناها وليهم كل الاحترام والتقدير مننا، لكن الكلام اللي اتقال لكم ده مش صحيح بالمرة. اللواء محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية، المستشار رجائي عطية المستشار الفقيه القانوني، كابتن وليد صلاح الدين كابتن النادي الأهلي، كابتن ربيع ياسين نجم النادي الأهلي، المهندس فؤاد عبد السلام رئيس اتحاد الكرة الطائرة، كابتن أحمد صلاح نجم الكرة الطائرة، كابتن علاء ميهوب رئيس لجنة الإحصاء والتحليل بالنادي الأهلي ونجم كرة القدم بالنادي الأهلي، كابتن أحمد عبد الباقي نجم الأهلي الأسبق، كابتن مجدي عبد الغني عضو اتحاد كرة القدم، دكتورة منى الحسيني عضو مجلس الإدارة الأسبق، السفير السعودي بالقاهرة أحمد القطان، سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق، كابتن طارق خيري المدير الفني لكرة السلة، كابتن شريف عبد المنعم نجم كرة القدم بالنادي الأهلي، كابتن إكرامي وزوجة الكابتن إكرامي نجمنا الكبير، كمان المستشارة رشيدة أنور رئيس النيابة الإدارية، شخصية محترمة ورائعة، وكان في احتفاء بيها داخل القاعة، حاجة مشرفة وحاجة محترمة. الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق، الأستاذ يحيى القلاش نقيب الصحفيين السابق، الأستاذ حمدي الكنيسي الإعلام الكبير، كابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، أحمد أيوب المدرب المساعد الكابتن حسام البدري ونجم النادي الأهلي، محمد مصلحي رئيس جهاز كرة الطائرة ونجوم كرة السلة. فهم كل دول نجوم كانوا موجودين، لكن الفكرة اللي ما يتقالش أي رمز راح ولا أي حد راح، عشان ما نقولش النجوم والرموز دي راحت وقفت جنب النادي الأهلي عشان تكتب دستورك، فده كلام بالنسبة لنا برضو كان كذب. كمان معانا على التليفون الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق. دكتور جابر برحب بحضرتك. أهلا كابتن شادي، أهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا دكتور؟ وسعيد بمكالمة حضرتك، بس عاوز اعرف حضرتك كنت موجود امبارح، شفت العملية الانتخابية ماشية ازاي؟ شفت اعضاء الجمعية العمومية للنادي الاهلي والمنظر الاكثر من رائع؟ اتفضل يا دكتور. والله طبعا يعني انا نزلت مخصوص من السفر. الو اتفضل يا دكتور. نزلت مخصوص من السفر علشان احضر الجمعية العمومية زي الكثيرين من الالاف اللي حضروا النهارده، على اساس يعني يعلنوا ارادتهم، اراده النادي الاهلي واراده اعضائه. بيعتبر نادي الاهلي في الحقيقه من اكبر الانديه في مصر والعالم العربي كله. اكتمال الجمعيه العموميه بهذا الشكل الحضاري والجميل
وحرص الأعضاء على الحضور إلى النادي للاستخدام مقنع قانونية في الاختيار بين لائحتين، اللائحة الخاصة بالنادي واللائحة الاسترشادية. أنا بعتقد أن ده كان محفل ديمقراطي كبير جدا، عبر فيه أعضاء الجمعية العمومية عن آرائهم بكل حرية وبنظام بديع جدا. كانت الجمعية العمومية تحت الإشراف القضائي، وكان في الحقيقة النظام رائع جدا وميسر رغم صعوبة الجو والحر والزحام. بنهنئ النادي الأهلي في الحقيقة على هذا العرس الديمقراطي، وبنتمنى دايما للنادي الأهلي أن يكون دائما نادي المبادئ والقيم والأخلاق. والنادي الأهلي مش في الحقيقة يا كابتن شادي، النادي الأهلي ليس مجرد نادي، يعني ليس مجرد نادي، ده جزء من حضارة هذا الوطن وجزء من تفاعلاته، وهو يعني يرسم البهجة والسعادة، هو أحد صانع البهجة والسعادة بين المصريين وبين العرب، وهو نادي مرموق. ولذلك الجمعية العمومية التي حدثت بالأمس كانت على مستوى الحدث، كانت في الحقيقة إعلان لإرادة الأعضاء بكل حرية، ويجب احترام هذه الإرادة والاحتفاء بها، لأن ده بيصب في النهاية في مصلحة الرياضة في مصر ومصلحة الأندية ومصلحة الأعضاء الجمعية العمومية. دكتور جابر، عايز أعرف من حضرتك، حضرتك قلت لي أنا كنت مسافر وجيت عشان أحضر الجمعية العمومية، شفت اللي قبل العملية الانتخابية والدعوة على يومين من النادي الأهلي عشان الأهلي يكتب دستوره زي ما اتفقنا، في ناس كتير التأثير على أو الدعوة للأعضاء الجمعية العمومية اللي هم ما يذهبوش، إيه رأيك في الكلام اللي كان بيحصل ده؟ شوف، النهاردة الجمعية العمومية التي انعقدت بالنسبة للنادي الأهلي أو بالنسبة للنوادي الأخرى، بالنسبة للنوادي في مصر في الحقيقة بحقيقته استخدام لمكنة ولرخصة حددها القانون في اختيار أعضاء الجمعية العمومية بين لائحتين، اللائحة الاسترشادية أو اللائحة التي يضعها النادي. تمام. وفي الحقيقة أعضاء الجمعية العمومية اختاروا بأغلبية يعني كبيرة جدا تصل إلى 96% الانحياز إلى لائحة النادي. أنا بتفهم كراجل في الحقيقة يعني رجل قانون، بتفهم أن يكون هناك التعبير عن الآراء المختلفة واحترام حرية الرأي. فمن كان الـ 4% اللي هم رأوا رفض لائحة النادي واختيار اللائحة الاسترشادية، أو حتى الذين أبطلوا أصواتهم، ده أيضا يجب احترامه طبعاً. لأنه مشاركة إيجابية، ويجب دائما أن يتسع المجال للرأي والرأي الآخر، ده مهم جدا، ويجب على الجميع أن يستمع. وأنا عايز أقول لك أن مفيش مجلس إدارة في الدنيا كلها يمكن أن يجمع عليه الناس، صح. ووجود الرأي الآخر يجب ألا نغضب منه، ويجب ألا في الحقيقة نقلق منه، ولكن لأنه بيكمل جزء أساسي من الصورة. ولذلك الجمعية العمومية سواء موافقة على اللائحة الخاصة بالنادي أو اللائحة الاسترشادية، يبقى في النهاية ضرورة احترام الخيار الديمقراطي للجمعية العمومية لأعضاء النادي الأهلي، وده بعتقد أنه من أكبر الجمعيات العمومية الموجودة في الأندية المصرية، إذا أضيف إليه الشقيقاء أو أشقاء النادي الأهلي زي نادي الزمالك ونادي الصيف ونادي الجزيرة. كل هذه الأندية النهاردة بتعيش حالة من الديمقراطية وحالة من الاختيار بين اللائحة الاسترشادية
وبين لائحة النادي. زي ما بنقول هذه مقلة قانونية بناء عليها اختار الأعضاء اللائحة، لائحة النادي نقطة، ومن أول السطر كل يعمل وفقا لهذه اللائحة لصالح مصلحة النادي الأهلي. وزي ما بنقول دايما القول المأثور أن الأهلي فوق الجميع باعتباره نادي من النوادي التي تؤصل للقيم والمبادئ. قد يتفق أو يختلف أعضاء النادي الأهلي، ولكن يبقى في النهاية أن الجميع له التقدير والاحترام في إطار البيت الكبير. دكتور أنا شرفت بمكالمة حضرتك جدا، وحضرتك من الشخصيات المحترمة، والموقف الأكثر من رائع اللي حضرتك اتكلمت فيه من شوية، اللي انت تبقى مسافر وتيجي عشان خاطر النادي الأهلي وتقف مع النادي الأهلي وتبدي برأي حضرتك سواء بلأ أو نعم، دي حاجة مشرفة جدا في ظل عصر عايزين فيه نسبة المشاركة تبقى أكتر والديمقراطية تبقى موجودة زي ما حضرتك اتكلمت عنها. أنا بشكرك يا دكتور جابر، شكرا جزيلا يا دكتور. ده الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الأسبق، الراجل اتكلم كلام محترم، هو ده من ضمن ثقافتنا اللي كنا بنعملها الحمد لله. اتكلم في نقاط ممكن ما دخلش معانا كتير وما كانش كلام كتير، بس كلامه مختصر ومهم. ايه المختصر المهم؟ اللي عشان خاطر النادي الاهلي كان مسافر وبقى موجود عشان خاطر اسم النادي الاهلي، دي حاجه ملهاش كل التحيه والتقدير. كان موجود وبيقول لك نحترم، لازم تحترم الراي والراي الاخر، واحنا بنعمل كده بنحترم كل الاراء، لكن ما يبقاش الراي الاخر ده كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم تبقى واجبه علينا يعني، ومفروض ان احنا نسكت ولا ايه؟ كمان نروح لكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكره الاسبق. كابتن سمير برحب بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك، وحشنا كابتن سمير. انتوا وحشنا، انتوا كلكم وحشنا والله. كابتن سمير خليني قبل ما اقول اي حاجه، حضرتك صاحب بصمه كبيره على الرياضه المصريه بالبطولات والانجازات، حاجه مشرفه حاجه محترمه. حضرتك كنت موجود داخل النادي الاهلي بتقول نعم، مش عايز اخش في تفاصيل بس احنا دردشنا مع بعض، وخوفك وحرصك على النادي الاهلي هو اللي خلاك موجود. هتقول يا كابتن سمير اتفضل. والله هقول ان يعني اللي احنا شفناه حاجه منظمه جدا، ويمكن الانتخابات اللي تمت وكان فرصة كبيرة جدا اللي احنا شفنا كل الناس ونادي النادي الاهلي لعيبة ولعيبة الكورة والناس اللي هم كل تجمع كبير جدا جدا جدا، ويمكن كنا كلنا ملتفين حوالين محمود طاهر، وانت عارف محمود طاهر ده صديقي وعشت عمر طويلة يعني، وانا شايف ان دي يعني تدرس اللي حصل ده يدرس. رغم ان هو بعد كده بعد ما خلص الصوان رجعوا قالوا لا ده لازم السنه واحده بس عشان تفتح الباب ثانيه واحده. اتفضل. واخد بالك؟ ف قاعد يقولوا بقى يقول لك لا ده حصل مشكله كبيره جدا بعد كده على الانتخابات وعدد احنا كنا في الصوان كل الناس الاهلاويه الحقيقه، مش عايز اقول اسامي عشان ما انساش حد، انما حاجه كانت حاجه جميله جدا، ومحمود طاهر كان في وسطنا. محمود اصلا العلاقه اللي بيني وبينه الحقيقه ما هيش علاقه ان انا رايح عشان النادي الاهلي. الو اي اتفضل كابتن سمير مع حضرتك. انما محمود طاهر انت عارف انا كنت رئيس اتحاد كوره، وهو كان عضو مجلس اداره معايا في الاتحاد في فتره من فترات، وانا شايف ان اللي حصل وبعدين بعد كده للاسف الشديد قال لك لا ده لازم تكمل في 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 النادي في النادي في اتحاد الكوره وفي اتحاد العيد عيد الغواصه. يعني انا شايف ان احنا بعد ما خلاص وكل حاجه خلصت قال لك لا ده لسه لازم النادي الاهلي
لازم يبقى في عدد معين. المهم يعني ان انا عايز اقول ان احنا احنا ربنا كرم النادي الاهلي وكرم محمود طاهر والمجلس بتاعه، واحنا كلنا سعداء بيه، ونفسنا بقى نفسنا يعني ان المرحلة اللي جاية تبقى مزيد من الانجازات. يعني نادي الاهلي اذا كان اخذ بطولة كرة القدم ان شاء الله بطولة افريقيا دي اهم السنة دي ان شاء الله. يا سلام يا سلام، هي دي بقى يعني بقى خلصنا كل حاجة. وانا بقول في نهاية حديثي معاك بقول ان النادي الاهلي لازم كل الناس تعرف ان النادي الاهلي ده قيمة وقامة الحقيقة في حاجات كثيرة جدا. وانا سعيد جدا ان انا اقول رأيي في وسط الاحداث لان انا ابن النادي الاهلي. كابتن سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم الازرق، بشكرك كابتن سمير شكرا جزيلا. وفعلا كابتن سمير النادي الاهلي قيمة وقامة، واللي بيحترم النادي الاهلي الناس كلها بتحترمه وتحترم ولاده ورموزه، ده الاهم عندنا طول الوقت. عشان كده كابتن سمير قال نقطة مهمة جدا عشان البعض ما يزعلش مني، احنا قلنا اسماء حضرة قبل ما يبقى معانا الاستاذ جابر نصار، فاعتذر لو انا في اسماء ما قلتهاش من نجوم ورموز النادي الاهلي مع اعضاء الجمعية العمومية، لان احنا كلنا في الوقت الحالي كلنا ايد واحدة، كلنا مع النادي الاهلي، كلنا مع كتابة دستورنا، كلنا مع اللي يحددوا اعضاء الجمعية العمومية، وهو ده الطبيعي وهو ده اللي احنا اتعلمناه وهو ده اللي احنا اتربينا عليه. مين معانا يا جماعه؟ اسمحوا لي بحقول سريعا مره ثانيه الاسماء اللي كانت موجوده علشان ندي الناس حقها، لان في البعض قال لك ولا رموز ولا نجوم ولا اي حاجه خالص، وطول الوقت الدنيا سودة كمان مع الشحن الـ 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 الناس واللي انت تقول للناس، سواء البعض كاتب لي على الفيسبوك محدش يروح، والبعض مش عارف يطلع لك في التلفزيون يقول لك هات لي اللائحه لغايه باب البيت، والتالت مش عارف يقول لك يعمل ايه، ونطلع مخصوص عشان نصدر احباط للجمعيه العموميه، هو ده اللي احنا كنا بنقول عليه، ونطلع مخصوص عشان نعمل حلقه على النادي الاهلي وما نتكلمش على حد خالص، وفي الاخر تقولوا لنا بننتمي للنادي الاهلي. اوعى حد يقول جمله، وانا بنصحكم نصيحه المحب، ومش ده مش احنا اللي نعمل كده، لا لا اوعى النهارده تيجي تقول لي الكلام ده، انتوا اللي مشيتونا كجماهير، كنتوا بتدعمونا وتقولوا لنا ده الطريق الصح، نكشف كل حاجه اتكلم، هنيجي النهارده نغير كلامنا مع بعض؟ دي نقطه مهمه وفارقه. اللي هيجي يقول لي ما نبقاش زي ناس تانية، قولوا لنفسكم، قولوا لنفسكم للي شغالين ليل ونهار في اهانه الكوره والنادي واللاعبين والمدرب والاداره، انتوا اللي خليتونا زي الناس مش احنا، احنا ملتزمين باخلاقياتنا وملتزمين بدعم نادينا والخوف عليه والحفاظ عليه، ونقف معاه ما نضعفهوش، نقف مع الاهلي للحفاظ عليه عشان ما نضعفهوش قدام حد. فاوعى حد النهارده يطلع يقول لنا او يملى علينا بقينا زي مش عارف ايه، بقينا زي، انتوا اللي خليتونا كده. البعض اللي مش عاجبه اداء ومش عاجبه لعيب ومش عاجبه مدرب ومش يا تمشي معاه في اللاين اللي يودي لسكه سودة، يا اما نبقى وحشين ومش عارف ايه وبتاع. فالطريق ده اللي احنا ماشيين فيه الطريق اللي كل الاهلاويه البساط المحترمين هم اللي مشونا فيه من الاول، وهو قال له خلوا سيستم البرنامج ده وطريق البرنامج ده انت صوتنا. هنيجي النهارده عشان كيفك فلان وعلان وفلان وعلان تبقى انا نبقى وحشين؟ لا انا اسف، لان احنا ما بنمشي في طريق الحق بنكمل فيه. وابعد النادي الاهلي انت وهو وهو اللي انا اقصدهم، ما تمشيهوش في طريق نبقى زي ناس تانيه. بالمناسبه كمان معانا تليفون مهم جدا، لان احنا ابتدينا بقى نوزع كل واحد يوزع على التاني مين بيحب الاهلي اكتر من التاني بناء على طلب، والراجل حابب يعمل مداخله يوضح حاجه. واحد من محترمين في الاعضاء الجمعيه العموميه الاستاذ محمد مغرابي، اتفضل يا استاذ محمد. استاذ محمد يعمل ايه؟ استاذ محمد برحب بحضرتك، ده برنامجكو. انا ضد اي واحد قال مين الناس اللي كانت بتيجي تحضر هنا، اللي جم حضروا في قناه النادي الاهلي مع كل زملائي في القناه هم اعضاء الجمعيه العموميه المحترمين،
فزي ما انتم من حقكم تكتبوا دستوركم، من حقكم تطلعوا على قناتكم يوم واثنين وثلاثه واربعه وعشره، لان احنا كمذيع داخل قناه النادي الاهلي ده فرض عليا ان انتم تبقوا موجودين. استاذ محمد عايز تقول اي حاجه اتفضل، حابب توضح، عايز تقول ايه، فريق العمل بيقول اللي حضرتك عايز توضح حاجه اتفضل يا استاذ محمد. بالظبط احنا يعني الحمد لله امبارح احنا عملنا جمعيه عموميه، يعني انا اقدر اقول لك غير مسبوقه، ولو حد اتكلم يقول لك غير مسبوقه ازاي، ما هو في انديه جابت اعداد اكتر منك. مع احترامنا لجميع الانديه، انا هدي بسيادتك مثال، انا الكارنيه بتاع والدي امبارح ربنا يشفيه، انت عارف والدي مش ما بيقدرش يتحرك، معايا الكارنيه بتاعه وبقول لي بس يا ستي مستشار انا ابنه بعد اذنك اتوضت، قال لي لا، يعني الصوت اللي كان محطوط امبارح في الصندوق صوت 15000 عضو دول فعلا زي انديه ثانيه كان بيصوت للاب والام والاخت والاخ، وبعد كده يقول لك جماعه عموميه النادي الاهلي. لا احنا عملنا ريكورد رغم كل محاولات التشتيت، محاولات البطلان، الاله الاعلاميه الرهيبه اللي بتقول، مع كامل احترامي للكابتن احمد شوبير، وانا مش عاوز اعمل لك مشاكل في برنامجك، لكن كابتن احمد شوبير عامل حلقه بعد تصويت مدينه ناصر، عامل غزوه مش عامل حلقه. طب ممكن استاذن حضرتك في حاجه؟ اتفضل. استاذ محمد انا قلت لك قول اللي انت عايز تقوله، وقلت لك صدقني هرجع اقول لكم جمله انا قلتها من اسبوع برضو، لان مفيش حاجه قبل ما نبتدي نقف جنب لايحتنا مفيش حاجه سيبناها، وانا اسف للاطاله بس هوضح لك حاجه. اخلاقنا هي اخلاقنا، واحترامنا هو احترامنا، ومبادئنا هي مبادئنا، فانا في حاجه واضحه، انا ممكن كنت اخد ارقام الناس اللي كانت غضبانه وملايين غضبانين، ملايين ايه؟ ده كل واحد دخل النادي غضبان. فخليني اقول لك من غير ما نجيب سيره حد، احنا كبار قوي وكبار بانتصارنا، فاتفضل عايز توضح يا استاذ محمد. هو الموضوع شويه كابتن شادي معلش انا يمكن منفعل، ان انا من امبارح تليفونات جايه لي رسائل عواض طيب على الفيسبوك، اتهامات مثلا بالعماله والخيانه والمسانده لاغراض شخصيه، يمكن الحمد لله الناس عارفه احنا مين وعارفه العيله ايه، طب احنا ليه شخصنا المواضيع؟ احنا واقفين ورا مجلس اداره النادي الاهلي، طول عمرنا بنقف ورا مجلس اداره النادي الاهلي، ما اسموش مجلس محمود طاهر مع حسن حمدي، مع احترامنا لكامل الالقاب يعني. احنا مجلس النادي الاهلي واقفين معاه من ايام مشكلته مع حسن طاهر، وبعد كده مشكلته مع الوزير العام فاروق، مشكلته مع الوزير طاهر مدير، والنهارده مشكلته مع اللجنه الاولمبيه وكاله عبد العزيز. ليه قبل كده الناس ما قالوش ان احنا لا الاهلي كان ماشي غلط؟ ليه ما قالوش كان بيناصح الدوله؟ ليه ما قالوش وجهه نظر مختلفه؟ لا ده كنا كلنا كان بيوجه اهانات معلش انا اقول لا معلش كان بيوجه اهانات للكابتن طاهر ابو زيد. هذه الحقيقه. تمام تمام، وكان كل الاله الاعلاميه مجلس الاهلي دايما على حق. طب اللائحه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده ايه العيب فيها؟ ايه مشكلتها؟ اللائحه اتقرت وما يرضي الله وسالنا فيها قانونيين، الاستاذ رجاء عطيه حي يرزق ربنا يديله الصحه يشهد. اللائحه يعني معلش مع احترام الانديه الاخرى بدون ذكر اسماء، ده في لائحه اعدها شخص قال لك تم اعدادها بواسطه المستشار فلان لوحده ومتوافق عليها، احنا ليه بنحارب بعضنا؟ ليه بنطلق على نفسنا لقب اهلاويه واحنا ابعد ما نكون عن الاهلاويه وبنخبط في النادي الاهلي وعاوزين النادي الاهلي يقع؟ في صفحات على النادي، صفحات يعني مشهوره بتتكلم باسم النادي الاهلي، طالعه امبارح بتقول ندعو الوزير خالد العزيز لحل مجلس اداره النادي الاهلي. احنا وصلنا للدرجه دي؟ ندعو وزير ان هو يحل مجلس اداره النادي الاهلي؟ ده احنا ساعه لما يا فندم ولا القانون يسمح حالي او سابق، ولا القانون يسمح على مسؤوليتي اللي انا بقوله. احنا ناس لما بنتكلم، احنا برنامج لما بيتكلم مش بنتكلم بعشوائيه ولا لينا اغراض، احنا بنتكلم لما بنتكلم في قانون بنسال القانونيين الكبار، مش 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 بنتكلم مع ناس تقيله في القانون يعني ليها وزنها، بنسال مش بناخد منهم المعلومه وبنبقى عارفين عشان نعرف نرد. فالقانون ولا قديم ولا جديد. طيب هقول لك على حاجه، النهارده 15000 في الجمعيه العموميه ضد الاحباط وضد الدعاوي وضد الاتهام الجمعيه العموميه اللي هي بترتشي وضد كلام كتير جدا وصحف قوميه البعض منها، والاهلي جاب 15، امال لو سبت الامور طبيعيه كان جا كام؟ يا فندم لا، وعندك معلش انت عندك ظروف المصيف والحج والصيام ومش عاوز اقول التعنت مع كل اللي داخل واللي خارج. ده احنا سمعنا قال لك هدايا رشاوى انتخابيه، رشاوى انتخابيه فين؟ منديل منديل المنديل اللي احنا اتكلمنا فيه، منديل ده، منديل ده رشاوى انتخابيه يا جماعه، عيب عيب الكلام ده يطلع من اهلاويه مش طالع من ناس ثانيه، طالع من ناس اهلاويه. هو ليه كرهنا او حبنا لشخص رئيس النادي او اعضاء مجلس الاداره بيعمينا على الحب الاهلي؟ عموما الجمعيه العموميه قالت كلمتها، الجمعيه العموميه وجهت اقوى صفعه لكل اللي هم بيطلقوا على نفسهم لقب اهلاويه وبيتداروا ورا بادج النادي الاهلي، الاهلاوي بجد بوجهه نظري هو اللي جه امبارح، هو اللي استحمل، هو اللي ادى صوته، هو قال نعم للنادي الاهلي وليس نعم للمهندس محمود طاهر او غيره، نعم للنادي الاهلي.
ويبقى محمد فوق الجميع كابتن. استاذ محمد مغربي انا بشكرك شكرا جزيلا وحماسي. استاذ كمان استاذ عماد حمدي عضو جمعيه العموميه للنادي الاهلي راجل برضو طلب يعمل مداخله معانا. اتفضل يا استاذ عماد. مساء الخير يا كابتن شادي. مساء النور يا فندم. اتفضل حضرتك عايز كله تمام الحمد لله والف الف مبروك يا فندم. الله يخليك الله يبارك فيك. ولا انت ضد ولا انت ضد اللائحه؟ لا ازاي بقى؟ طيب مش ضد النادي بتاعي وبيتي مش ممكن. اتفضل حابب تقول يا فندم. انا عايز اقول في الاول ان الاهلي ده مؤسسه من مؤسسه الدوله الكبرى يعني لا يقل عن مؤسسات قياديه في مصر. فاللعب في النادي الاهلي ده لعب خطير جدا. الناس دي بتلعب ضد الدوله. ما يصحش ان انا اشعلل الدنيا في وقت احنا محتاجين فيه الدوله محتاجه فيه استقرار. ايه الهدف من ان انا اثير مشكله في النادي الاهلي؟ الجمعيه العموميه على يوم يومين ايه المشكله؟ مش هم نفس الاعضاء اللي راحوا الجمعيه العموميه ولا احنا جبنا اعضاء من نادي ثاني؟ انا عايز افهم مش هي دي نفس الاعضاء اعضاء النادي ولا اعضاء نادي ثاني؟ جم بقى يوم جم يومين يا سياده الوزير احنا بنحبك وانت راجل يعني مشهور بالثقه و مش موثوق فيك وبس يعني متبشرين بك خير. ما يصحش ان انت سياده الوزير تستمع لناس عشان هم مش اهل ثقه وناس بتثير مشاكل حتى لو كانوا بيدعوا ان هم اعلاميين وبيعملوا مشاكل في برامجهم وبيصفوا حسابات في برامجهم ان احنا نيجي النهارده. طب انا هخليك معايا هقول لك على حاجه بصراحه دي وجهه نظري ومفيش حد اي حاجه مرتبطه بالاخلاقيات ما اعتقدش اللي فيه مخلوق يعترض عليه. انا اربق بسياده الوزير والله كشاب وانت حضرتك بتدعم الشباب يا سياده الوزير وحضرتك اللي قلت لنا كده. انا بحب سياده الوزير بس انا هقول اربق باللي انا اشوف كوارث على الشاشه. شفت ناس بتضرب بعضها، شفت ناس بترمي بعضها بالكوبايات على الشاشه وفي الاخر يبقى سياده الوزير بيدخل مع النوعيات دي. ده المنبر الاعلامي بتاعك صعب جدا بصراحه. انا اربق باي حد رمز نجم وزير غفير يبقى ده المنبر الاعلامي بتاعه من وجهه نظري الشخصيه. فين يا كابتن شادي التعقل بتاع المسؤولين في البلد؟ يعني هل ده وقت يسمح باثاره مشكله؟ هم مش عارفين يعني ايه النادي الاهلي؟ لا اكيد عارفين. امال ايه طيب؟ انا مش عارف. وبعدين عايز ايه الاستاذ حطب؟ ما يولع الدنيا بعيد عننا حطب ده. وايه مشكلته؟ استاذ عماد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وقلت لحضراتكم انا مصمم جمله قلتها في الاول ان النادي الاهلي هو انتصر لدستوره. النادي الاهلي انتصر لعدم فرض الوصايه. مش خناقه، مش فرض عضلات على الوزاره ولا فرض عضلات على اللجنه الاولمبيه. هو انحياز كامل لجمعيتي العموميه. عايز اكتب دستوري لاننا النادي أول نادي في مصر يحط لائحته في 1909 أعتقد أو 1909. أول نادي يعمل لائحة في مصر كان النادي الأهلي. أجي في 2017 أتخاذل في حق جمعيتي العمومية، ده هيبقى العار، كل العار ده اللي كان هيبقى حساب شديد مننا كلنا. طيب كمان معانا المستشار. تمام حلو كويس المداخله دي. معانا المستشار اياد عبد الحكيم رئيس اللجنه الفرعيه في انتخابات النادي الاهلي في الجمعيه العموميه الاخيره دي. سياده المستشار بشكر حضرتك في البدايه على المجهود وبشكر حضرتك اللي انت معانا على الهواء عشان توضح امور كتير. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا كابتن شادي بحضرتك وشرف لي انت واضح مع حضرتك مداخله في قناه النادي الاهلي. اسمح لي سؤالي طويل وبعد كده هفتح المجال لحضرتك بشكل كبير. واحنا بنتكلم على المؤسسات الكبيره العظيمه اللي في مصر، بنتكلم على مؤسسات كتير، المؤسسه العسكريه ومؤسسه الشرطه، مؤسسه الرئاسه، مؤسسه الاهلي، مؤسسه القضاء العادل الشامخ. لما بعد اول يوم شفنا كلام صعب جدا جدا في احد القنوات على فكرتين، فكره اتروج لينا او هو بيصدر احباط للناس اللي هتروح تاني يوم. وحضرتك اكتر مني اتصدر كلام انه كلام واضح وعرضناه من شويه، اللعب في الشمع ممكن تلاقيه موجود في اللي موجود، اللعب في صناديق معينه بالارقام مش متذكر 119 ولا مش عارف صندوقين معينين. الكلام ده لا يليق في دوله
المفروض اللي هي بتبني نفسها، واي دوله بتكبر بتكبر بالقانون واحترام القانون واحترام اهل القانون. اتفضل يا فندم. تمام يا فندم. انا بتكلم حضرتك بالنسبه للاجراءات اللي تمت بخصوص في نهايه اليوم الاول اللي هو يوم 25/8 اللي كان في مقر النادي في مدينه نصر. تم تكليف حضرتك لجنه من 5 مستشارين من قبل اللجنه العامه المشرفه على الانتخابات برئاسه المستشار شريف بيه حشيش لنقل لعمليه نقل الصناديق من مقر النادي في مدينه نصر للجزيره. اولا تم تشميع صندوق، كل صندوق على حده بمعرفه السيد المستشار رئيس كل لجنه فرعيه بنفسه وبمعرفته، وتم مهره بالختم الخاص بالمستشار اللي هو رئيس اللجنه نفسها. تمام؟ تمام. وبالاضافه تم نقل الصناديق تمام بمعرفتنا وتحت بصرنا، وانا كنت عضو، شرفت ان انا اكون عضو من اعضاء اللجنه المكلفه من قبل اللجنه العامه انا واربع مستشارين زمايلي. تم نقل الصناديق تحت بصرنا، وصندوق ما غابش عن عينينا من ساعه ما طلعنا من مدينه نصر لحد ما دخلنا مقر الجزيره. وتم تجميع الصناديق في غرفه تم التاكد من احكام منافذها والشبابيك اللي موجوده فيها، تم حفظها بمعرفتنا ورص الصناديق بمعرفتنا، وتم غلق الغرفه دي حضرتك بقفل بمعرفتنا ايضا. تم تشميع القفل وتم تشميعه بالشمع الاحمر، وتم مهره بالخاتم الخاص بينا. تمام. ما سبناش الصناديق خالص، وتم طبعا عملنا محضر تسليم وسلمناه، وفي ثلاث افراد امن كانوا موجودين امام باب الغرفه لحد ثاني يوم صباحا الساعه 8:30 تم فض التشميع بمعرفتنا، وتم التاكد من سلامه الشمع اللي موجود على القفل الغرفه ووجود الخاتم بتاعنا اللي احنا عملناه بالليل. تمام. مفيش اي مشكله خالص، وتم نقل الصناديق من مقر الغرفه، غرفه الحفظ اللي كانت موجوده فيها الصناديق، الى مكان انعقاد الجمعيه العموميه ولكن في الصاله المغطاه في الاهلي في الجزيره تحت بصرنا ومعرفتنا صندوق، يعني مفيش صندوق غاب عن عينينا من مكان الغرفه لمكان الصاله. تمام. وتم تسليم تم تسليم الحاجات دي طبعا للجنه العامه مشرفه على الانتخابات برئاسه المستشار شريف بيه حشيش. وتم الساعه 9 تم بقى استئناف عمليه التصويت. ممكن لحد سؤال قبل ما نروح للجزيره واللي حصل فيها، كان صلاه الجمعه انا اتقال حاجه وعايز انا اكيد عارف بس عايز اتاكد من حضرتك، حضراتكم كنتوا جايبين وصليتوا الجمعه داخل القاعه التصويت؟ مظبوط يا فندم، مظبوط. تمام. سياده المستشار شريف بيه حشيش رئيس اللجنه العامه امر ادى تعليماته للساده المستشارين ان صلاه الجمعه هنقيم شعائرها ان شاء الله في نفس المكان اللي متواجدين فيه اللي هو ده بالنسبه ليوم الجمعه في مكان انعقاد الجمعيه العموميه. اقمنا شعائر صلاه الجمعه في نفس المكان اللي فيها الصناديق، وقبل كده حضرتك تم اغلاق الصناديق، يعني ما فيش مفتوح، احنا بنصلي ما سيبناش صندوق مفتوح. والصناديق كانت جنبينا وصلينا الظهر في نفس المكان الموجود في الصناديق، ومحدش فينا غادر مكان النقاط الجمعيه العموميه وقت الصلاه. يعني حتى وقت الصلاه كانت الصناديق موجوده معانا وتحت بصرنا، وكان كل رئيس لجنه فرعيه اغلق الصندوق بتاعه واتاكد من احكام اغلاقه قبل الصلاه. وعمليه الصلاه ما استغرقتش نص ساعه كلها. تمام. الجزيره وبعدين اذن عليك في نقطه برضه اوضحها. وقت الصلاه السيد المستشار رئيس اللجنه العامه امر بخروج جميع الناخبين من مكان الجمعيه العموميه خارج المكان المخصص للتصويت نهائيا، وتم غلق الباب اللي كان موجود فيه ومنع اي حد من الدخول وقت الصلاه. تمام. تاني يوم رحتوا الصبح على الجزيره، كان موجود كل الصناديق هناك زي ما حضرتك بتحكي لنا القصه كلها. ايه اللي حصل بعد كده؟ مفيش يا فندم، احنا بقول لحضرتك اخذنا الصناديق من المكان المخصص ليها بالحفظ ونقلناها بمعرفتنا وتحت بصرنا انا وزمايلي الاربع مستشارين اللي كنا مكلفين من اللجنه العامه بمتابعه عمليه تسليم الصناديق، ونقلناها حضرتك من مقر غرفه الحفظ اللي كانت فيه الى مكان انعقاد الجمعيه العموميه للصاله المغطاه. والساعه 9 صباحا امر السيد المستشار شريف بيه حشيش رئيس اللجنه العامه ببدء في استئناف عمليه التصويت لتاني يوم. سيادة المستشار اياد عبد الحكيم رئيس اللجنه الفرعيه للنادي الاهلي، انا بشكرك في انتخابات النادي الاهلي للادلاء بالاصوات في اللائحه الخاصه للنادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا، بس مش هشكرك لوحدك، هشكر كل المستشارين اللي كانوا موجودين على المجهود على الانضباط على التعامل الجيد مع كل الناس.
على النزاهة والشفافية، على النزاهة والشفافية. النادي الأهلي الوحيد اللي إشراف كامل، مجموعة 69 قاضي موجودين، في أكتر من كده؟ عرضنا لكم كل الصور، قال لك كاميرا الأهلي الوحيدة اللي موجودة للمرة المليون. بقول لحضراتكم أيام كابتن صالح أنا عشرت كنت موجود، ما كانش فيه كاميرات بتدخل. الكابتن حسن حمدي ممنوع تدخل قاعة التصويت. النهاردة عشان تدخل تجيب لي صورة وصندوق فاضي وتسعة الصبح ونكذب عشان تجيبها فاضية وتقول للناس ما فيش حد، وتبتدي تشكك في مستشارينا المحترمين، وتبتدي تشكك في نزاهة النادي الأهلي، وتبتدي تشكك في أعضاء النادي الأهلي. ادي قدام حضراتكم الكلام، احنا مش بنقول حاجة من عندنا. الحمد لله سيادة المستشار موجود، والصورة كانت موجودة، والأعضاء موجودين، وما فيش حد. كمان اللي أنا عايز أقوله، مؤسسة الأهرام أحيانا بيبقى فيه خروج عن النص، لينا علاقات محترمة جدا. كنا اتكلمنا قبل كده وكان موجود معانا الأستاذ محمود صبري، ليه تاريخ كبير جدا وبيشتغل داخل النادي الأهلي، وأربق بالأستاذ محمود صبري والله محبة، عشان الناس اللي بتوصل الصورة حاسس احنا عندنا في مصر هنا. فقالوا له الحق ده بيقول عليك، انتوا فاهمين النوعية دي من الناس اللي هي كتير قوي، مع اللي أنا قلت عليهم الأسبوع اللي فات في نوعيات هم راضيين اللي هو يشيل الشنطة طول الوقت، وعمر شال الشنطة ما بيبقى صاحب محل أبدا. وأنا بقول الجملة دي وصدقوني هي دي الحقيقة. فأستاذ محمود صبري شخصية محترمة جدا وصديق عزيز، صديق ايه؟ صديق انتصارات وصديق نجاحات وصديق تغطية محترمة. ففي البعض ليه سكة كده مش منضبطة، منهم مواقع هم عارفين نفسهم اللي طلعوا المنديل والتيشيرت والكلام الفارغ ده. فأستاذ محمود صبري اما يبقى في انتخابات الحياد، لان احنا هنعمل كده ملناش دعوه، احنا الاهلي اللي ينجح هنقول له مبروك، اللي ينجح هنقول له مبروك الحياد. لكن مش عايزين ناس تاخد انطباع هي دي فكرتنا بس، اللي لا ده في حاجات موجهه ضد مش عارف فلان وبتاع. الوحيد اللي بوجه له للعلاقه الشخصيه المحترمه اللي ما بيني وما بينه، واللي انا على المستوى الشخصي احترمه جدا لأهلاويته، وفي فرق بين بخاطب واحد زملكاوي وخاطب أهلاوي جدع بيحب ناديه وعارف قواعد ناديه. فأتمنى بس من أستاذ محمود صبري رسالته توصل لي كصديق عزيز. معانا كمان الكابتن سمير كمونة، كان موجود والناس قابلته بشكل وشارك مع النادي الأهلي. كابتن سمير أنا برحب بيك. كابتن سمير كابتن شادي ازيك عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. بتزعل يا كابتن سمير؟ اتفضل اتفضل يا كابتن. على وقفتك الفتره اللي فاتت جنب النادي الاهلي، ما تتكلمش على اشخاص زي ما انت بتتكلم، انما تتكلم برضه على راجل احنا بنحبه مهندس محمود طاهر مجلس الاداره. ودي حاجه تتحسب لك الحقيقه وتحسب الناس، كل الناس اللي كانت واقفه جنبك يعني. انا بشكرك يا كابتن سمير. خليني اقول لك في البدايه، لأن أنت ممكن تمثل قطاع كبير من اللاعبين المحترمين اللي كانوا موجودين. حضرتك بتزعل يا كابتن سمير مثلا لما يطلع حد يقول إيه ما كانش فيه ولا واحد موجود، وأنت المفروض اللي أنت ده حتى بيشتغل على إرادتك أنت كبني آدم أو كشخص بعيد عن اللاعب كمان، بتزعل لما بتسمع الكلام ده؟ لا طبعا بنزعل، إن إحنا كيان النادي الأهلي موجود مش هيتغير ولا حد هيغيره، سواء ولا حد صعب هيسكت كلمة كده ولا كده، انما احنا بنتكلم الواقع تملي. وانت بتجيب الحقائق كلها، بتجيب الحقائق اللي بتبقى موجوده في تاريخ النادي الاهلي وبتبقى واقعه. انا الحمد لله كنت موجود، ونجم مصر والنادي الاهلي كابتن طارق حسين وزير الرياضه السابق، وانت كنت موجود بصفه شخصيه بعيد عن الاعلام وبعيد عن اي حاجه. وطبعا كابتن ابراهيم حسن كان موجود، وكابتن ربيع ياسين، وكابتن وليد صلاح الدين، وطبعا كل قناه الاهلي كانت موجوده بصفه خاصة، مش للشغل بس، ده دورهم وواجبنا كلنا ان احنا ابناء النادي الاهلي بنساند النادي الاهلي بالشعارات ولا رياء، احنا بنتكلم لا يصح الا الصحيح. وزي ما الناس عملت جماعه عموميه وشافت الاعضاء كلها على اقتناع ان هي جت وادت صوتها للجماعه العموميه ان النادي الاهلي يبقى موجود بلائحه خاصه مش لائحه تدور النادي الاهلي، ودي حاجه جميله تسيب لنا كأهلوية. وطبعا الحضور والأعضاء وكل واحد قابله بصوته طبعا ده دليل ان المهندس محمود طاهر طبعا موجود والناس بتحبه،
والشكل العام كان كويس جدا، سواء في اهلي مدينه نصر او في نادي اهلي فرع الجزيره. شفنا نجوم كبار واقفه مع النادي الاهلي رقم واحد، ثم طبعا رئيس النادي ومجلس الاداره. نحن طبعا كاهلاويه بنحب النادي الاهلي، بنتكلم بنقول النادي الاهلي فوق الجميع، مش شعارات، لا دي حقايق. بنتكلم النادي الاهلي فعلا طبعا محدش يلوي دراعه، وبنقول المهندس محمود طاهر ومجلس الاداره والنادي الاهلي ككل الف الف مبروك للشكل الرائع اللي احنا شفناه سواء في فرع مدينه نصر او في فرع الجزيره. كابتن سمير، حابب تقول اي حاجه ثانيه؟ لا، انا بشكرك وبشكر قناه الاهلي على الاداره الناجحه الفتره دي، اللي يمكن الحقيقه يمكن انا كنت متواجد من كذا شهر فات وفي الاستوديو الاهلي. عايز اقول لك في تغيير جذري من طبعا استاذ عماد الغول والاستاذ جمال عاصي، وطبعا كشادي محمد كاعلامي ناجح، يعني طبعا اضافه للقناه وليد صلاح الدين، محمد فاروق، الكابتن ربيع ياسين، سمير كمونه، كل الناس اللي موجوده دي الحمد لله كانت اضافه ومش من فراغ. يعني انا شايف ان الفتره اللي فاتت قناه الاهلي يمكن حاجه مبهره وحاجه جميله جدا. كابتن سمير، انا بشكرك شكرا جزيلا، وانا عارف انت تقصد ايه بالكلام اللي انت بتقوله، نجم النادي الاهلي ونجم منتخبنا الوطني الكابتن سمير كمونه، بس هحاول حاجه. كابتن سمير زعلان من حاجه، اتوقع كده. بالمناسبه هو بيقول في الانتخابات، انا ما شفتهوش، هو اتقال لي اللي هو بيدور عليا وانا ما شفتهوش خالص، وتليفوناتي نسيتها في العربيه. الكابتن سمير كمونه بيتكلم دايما، احنا عارفينه ابن بلد، ابن الشرابيه الجدع، اهل الشرابيه دول رجاله قوي وجدعان، تعتمد عليهم، تثق فيهم، ما بيخافوش، بيقولوا كلمه الحق. زي طبعا عشان ما يزعلوش مني، انا عارف لينا اصدقاء في السيده، رجاله السيده ومبابه وكل حته في مصر، انا بخاطب كل الناس اللي في الحته البسيطه، لان ده جمهور الكره الحقيقي. اكيد طبعا احترم كل الاهلاويه، لكن لما بنيجي نتكلم الحته الشعبيه اللي هي معزه في قلبنا، اللي هو تلاقيه اهلاوي وبيتعصب وبيزعل على الاهلي ويخاف على الكلمتين اللي احنا بنقولهم دول، تلاقيه بيفهم الناس، افهم يا ابني انت وهو، فبيعملوا كده. انا بكلمكم لان انا منكم، وبتكلم باسمكم يعني، باسم الناس الطيبه الجدعان، لان كلنا خرجنا من الناس البسيطه وعشنا مع الناس البسيطه، عشان كده نعرف قيمه الاهلي اكتر واكتر شويه. ولما تبقى لاعب ومن اسره بسيطه ومن حي شعبي، بيعلمك المبادئ. خلي بالكم الحتت الشعبيه، مع احترامي للجميع، والله ما اقصد اهانه اي حد، لكن انا بتكلم عشان عشنا في الواقع ده مع نجوم كتير وسط ناس طيبه بيشجعوا الاهلي بشكل مختلف، وانت قاعد معاهم بيبقوا فخورين بالنادي الاهلي، وانت قاعد معاهم بيبقوا غيورين على نجومهم، ويحسوا ان النادي الاهلي ده ملكهم اكتر من اي حد. صدقوني انا عارف انا بقول ايه. ف سواء بقى كل الحتت، ده مش معناها ان انا بقلل من الاكتر شويه لا، انا ما اقصدش كده، انا قصدي ان الناس دي همها بيبقى في الكوره، فرحتها في الكوره، زعلها في الكوره، ده ممكن يموتوا نفسهم. انا عرفت الماتش اللي الاهلي جاب فيه الجون، حد مات في المنصوره واتصلوا بيا، البقاء لله. انا بعتذر اللي انا نسيت، لان افتكرت دلوقتي جات لي مكالمه من المنصوره، اتوفى حد عشان خاطر النادي الاهلي. بيقابلنا ناس واحنا بتلعب يقول لك بص على، والله انا عيب اللي انا اقول كده بس لازم اقول، انا لبسي كله احمر، فين الدخله بتاعتي بعد الخساره من فيصلي، حد مات. هو ده الجمهور الوفي، هو ده الجمهور الراجل، مش قاعد لي نايم لي يعمل صفحات يخترق بيها النادي الاهلي وفي الاخر يقول لك النادي الاهلي مش ده، احنا ما بقينا زي ناس ثانيه، انتوا اللي خليتوا الاهلي زي ناس ثانيه. فمن هنا هرجع لموضوعي. فكابتن سمير كمونه ابن الشرابيه، ده انا كنت بروح هناك وبكسبه طاوله على طول، فقال لي ايه من شويه؟ قال لك الاهلي قناه حصل فيها كذا، فانا افهم من خبرتي معاه اللي هو اكيد زعلان من كلام اتقال على القناه. وهنا للمره المليون، خد كلامي بلوره، اضربه في خلاط جوه دماغك واطلع بالمنتج، ما تسمعش الكلام وتصدقه على طول. انا النهارده لما عايز يبقى في عهد معاك، عهد الحق، عهد الحق، فهتطلع تتكلم وتوضح للناس امور كتير، فيبتدي يشتغل عليك القناه وهي بس الوحيده اللي موجوده، ومش هي الوحيده معناها اللي احنا كدابين. ما الناس بذلت مجهود من اول العامل البسيط في البوفيه لغايه اكبر واحد، اشتغلوا بضمير وبعرق.
انت او كل واحد في حد بيتمنى الفشل واسم الاهلي موجود على صدرك، اسم الاهلي مش صوره حد، اسم الاهلي موجود على صدرك تتمنى الفشل، لا عايز تنجح وعايز تشتغل. فاكيد الكابتن سمير كمونه من وجهه نظري زعلان كمان من اللي اتقال على القناه. الاهلي قناته ملك اعضاء جمعيته العموميه وملك جمهوره وملك اي حد اهلاوي، لكن مش ملك الزملكاويه اللي بيشتغلوا فيها. انا مصمم هتقولي فلان الفلان زعلان يزعل، فلان انا مش بقلل من حد، لكن انا مش عامل قناه عشان يقعد فيها حد تاني غير ده. انا بكلمكم ودي بقى عندي بقى خط احمر، ولو كلام بيتقال بيتداول انا شفته هنا صدقوني مش هسكت، صدقوني مش هسكت، لان انا معجون بميه الاهلي. انا واحد ما بعرفش اتفرج في استاد عشان زيكم بتفرج ببقى بغل، ببقى عايز كل لعبه فيها جون وكل لعبه فيها رجوله وكل لعبه فيها جدعنه. انا اتعلمت كده صدقوني، فمعجون بميه الاهلي، فمش هيجي حد النهارده يملى عليا اللي لعب وشقي وتعب والحمد لله جيل كامل مع اجيال سابقه وعارف قيمه الاهلي كويس قوي، فمش محتاج حد يعرفني هو مين الزملكاوي ومين الاهلاوي ومين الاسماعيلاوي. لا انا اقول لك، انا اقول لك، فلما اقول لك هو فلان الفلاني كذا اسمع، ولما اقول لك فلان الفلاني ملوش وجود يبقى ملوش وجود، لان 97 اعرف مين بيغطي الاهلي كويس، واعرف لما اقول لك الاسم ده تصدق وما تناقش، ما تناقش عشان اعرف قيمه الاهلي وبخاف على الاهلي زيك بالظبط والله، واعرف اجيب حقوقه ازاي واعرف ادافع عنه ازاي، لكن مفيش في يوم هتلاقي صوره حد على صدرنا. انا اسف دي حاجه، ولوجو الاهلي اه اللوجو احطه على صدري واجري بيه وانطلق بيه، لكن مش احنا اللي بنشتغل عشان نحط صوره حد على صدرنا. انا والله ما اقصد حد، واقسم بالله بتكلم عشان البعض نواياه طول الوقت سيئه، فانا بتكلم في العموم، في حد دماغه كده انت حر، لكن احنا ما بنعملش كده. لكن اما الاهلي يبقى ليه حق هنقف قصاده ونقف مع رئيس النادي الاهلي، اه نقف لان هو رئيس النادي الاهلي، لكن في البعض يا جماعه انا هقول لكم الصراحه كان المفروض ما اقولهاش النهارده، والحلقه النهارده انتصار وفرحه ونبعد عن الكلام ده كله، بينا الحقائق مين اللي ابتدى انتخابات ومين اللي عمل الكلام ده كله، بس جه الوقت اللي انا لازم اقوله لكل شاب صغير. روح الصفحات المحترمه، روح لاشخاص محترمين، روح لافراد بيحبوا الاهلي، بيكلمك عن افريقيا يا اهلي، وبيكلمك تعالى نقف جنب جماهيرنا نقول لها كلمه حلوه توصلها في الزنقه اللي هي فيها، روح ورا ده. ما تروحش ولا واحد بيشتم نجمك. ده حسام غالي ده قبل ما يمشي بشويه كده يا راجل قالوا كلام، وبعد كده مش حسام غالي اللي بيحب الاهلي ومخلص وبيقاتل وكابتن النادي الاهلي، مع الناس دي شتموه طول ما في، ابعد عن بطن الاهلي ووش الاهلي وحاجب الاهلي وكل حاجه اهلي وانت ما تعرفش حاجه عن النادي الاهلي اساسا. يقول لك صالح سليم، وقسما بالله ده لو الكابتن صالح سليم عايش وحد لقى حد بيتكلم باسمه والله يعلقه على باب النادي. ده بقى له 3 سنين ما دخلش النادي اساسا، ده في ناس 8 سنين، ده في ناس عضويتها 2000 جايه تعلمنا الاهلي. ففي ناس كتير، ناس كتير قوي تعبتنا، وانا بقول لكم اهو عارفين يا جماعه خلاصه الكلام، تقول لي سوشيال ميديا انا بتابع المحترمين، تلاقي ناس عماله تبعت مش اساسا انا مش موجود، فما تقعدوش تبعتوا عشان في صفحات محترمه بقى تقعد تسمعها بتقول افريقيا يا اهلي، افريقيا يا اهلي، ادعم حسام البدري، عايزين افريقيا السنه دي مع البطولات اللي خدناها تبقى سنه استثنائيه في تاريخ النادي الاهلي. انا بستفيد للامانه وبتعلم منهم وبستشير زي ما بنروح للقانون وبنستشير. في شباب حد كان بيتناقش معايا عنده 16 سنه عنده انفتاح ورؤيه، والله لازم اجيبه هنا، انا منبهر بافكاره هفاجئكم بيه، منبهر بافكاره ازاي ما اسمعهوش. ده بيقول لي احنا الاهلي يا كابتن شادي ما كناش كده، احنا الاهلي عايزين زعلانين احيانا من بعض الناس ما بتلعبش، وقال اساميها. فقلت له انا معاك،
بس انا دوري قعدت اشرح له، اصغر مني بعمرين، فقعدت اشرح له واقول له الوضع 1 2 3 4. قال لي لا ده كابتن حسام يسانده ويلعبه. قلت له اقنعتني، عشان انت ممكن تكون اصغر مني لكن انت طلعت احسن مني كمان. والحاجه الوحيده اللي اتفق معايا فيها قال لي انا اهلاوي، انت اهلاوي، بثق فيك، كمل في اللي انت بتعمله. تخيلوا بقى بشنبات قاعدين يشتمونا، مش دورنا، دورنا الحق، وده اتجاهنا. لو هنخسر فيه ناس كتير مش عاوزينكم، لكن عاوزين الحق وعايزين ربنا سبحانه وتعالى. نطلع فاصل سريع وبعدها استقبل ضيف حلقتنا النهارده عشان نكمل الوضع اللي احنا فيه، الاستاذ المحامي ابراهيم فكري محامي النادي الاهلي. نطلع فاصل سريع وبعدها او نروح لتقرير صوتي، نسمع التقرير دوت وبعدها استقبل الاستاذ ابراهيم فكري محامي النادي الاهلي. الأهلي فوق الجميع، مقولة جسدها أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة الحمراء على مدار اليومين الماضيين، بعد أن احتشدوا بالآلاف في مقري النادي بمدينة نصر والجزيرة من أجل التصويت على لائحة النادي الجديدة والتعبير عن رفضهم للائحة الاسترشادية التي تضمنها قانون الرياضة الجديد، كونها تعد تدخل في شؤون ناديهم العريق الذي يمتد تاريخه لأكثر من 100 عام. أثبت أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي وعيهم الكامل بخطورة المرحلة الراهنة التي يمر بها ناديهم العريق، ورفضوا كافة المحاولات التي بذلها من يبحثون عن مصالحهم الشخصية ويتخذون من شعار النادي ستارا لتحقيق أهدافهم لمقاطعة التصويت على اللائحة الخاصة بالنادي بحجة عدم قانونيتها، وهو الأمر الذي يعد غريبا على أبناء القلعة الحمراء الذي دائما ما يتحدون في حالة تعرض ناديهم لأي خطر ويهبون للدفاع عن الكيان. وسيذكر التاريخ أن ما يقرب من 15,000 عضو من أبناء النادي الأهلي حرصوا على التواجد في مدينة نصر والجزيرة رغم الرسائل المقاطعة التي كان يتم إرسالها على مدار الأيام الأخيرة من أجل التصويت على اللائحة واختيار الدستور الجديد الذي سيمثل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة. إعلان النتيجة النهائية للتصويت الجمعية العمومية الخاصة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. إعمالا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وبناء على قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بدعوة السادة الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية الخاصة يوم الجمعة الموافق 25/8/2017 بمقر النادي بمدينة نصر، ويوم السبت الموافق 26/8/2017 بمقر النادي بالجزيرة للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي. قامت اللجنة القضائية بالإشراف على العملية الانتخابية على مدار اليومين سالف البيان، وتبين من موقع كشوف الصادرة عن النادي المدرج بها أسماء السادة الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية الخاصة أن إجمالي عددهم 156,416 عضو، وأن إجمالي الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم في يومي 25 و 26/8/2017 بلغ عددهم
14,975 عضو. وبذلك قد اكتمل النصاب القانوني للعقاد الجمعية العمومية الخاصة. وقد قام السادة أعضاء اللجان الفرعية بجهد مشكور على مدار اليومين في القيام بالعملية الانتخابية على خير وجه، وهو جهد مضني وجهد مشكور. كما قامت اللجنة القضائية بفرز بطاقات إبداء الرأي، وتبين أن إجمالي عدد الحاضرين يومي 25 و26/8/2017 عدد 14,975 عضوا. إجمالي عدد الأصوات الباطلة 58 صوتا. إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 14,917 صوت. إجمالي عدد الأصوات الغير موافقة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي 526 صوت. إجمالي عدد الأصوات الموافقة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي 14,391 صوت. إجمالي عدد الأصوات الموافقة على النظام الأساسي للنادي الأهلي 14,391 صوت، وهي نسبة تزيد عن ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين أطلبوا أصواتهم. وبناء عليه أصبحت لائحة النظام الأساسي هي السارية للنادي الأهلي. برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي بنستقبل محامي النادي الاهلي الاستاذ ابراهيم فكري، كمان محكم دولي واقليمي، لشرح التفاصيل لكل جماهير النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه، عشان الملف ده كان مهم جدا جدا، وتعرفوا ناديك اتحرك صح ولا غلط من خلال محامي النادي الاهلي استاذ ابراهيم. برحب بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك. انا سعيد بوجودك معايا النهارده، أسعد ودايما بنتكلم وانا بهنيك وبهني جماهير النادي الاهلي جميعا. الحمد لله. عقاد الجمعيه العموميه الرائعه اللي هي في تاريخ النادي الاهلي بالمناسبه، مقابل كل التحديات اللي كانت موجوده. في ظل التحديات انا بشوف اللي هو كان يوم تاريخي. الحقيقه كان يوم، هي لحظات تاريخيه بالكامل، يعني الواحد لو هيقعد يأرخ لها محتاج لليومين دول شهور وسنين يكتب تفاصيل اللي تم، لان فعلا كانت جمعيه يعني فيها اللي يثير الشجن، وفيها اللي يثير الضحك، وفيها اللي يثير السعاده، وفيها اللي يثير الحزن. يعني 48 ساعه كانوا محملين باحاسيس مفعمه من كل الناس، ففيها كلام كتير يا كابتن. الحقيقه فيها دي كلام حقيقة كتير. دي حقيقه. خليني ابتدي مع حضرتك من اللي احنا شفناه. نعم. ايه رايك لحظه اعلان سيد المستشار بالنتيجه، وفرحه الناس كلها اعضاء الجمعيه العموميه اللي كانوا موجودين، منهم اللي مرضي، منهم اللي روح، ومنهم اللي هو صم بيبقى موجود في المدرج؟ نعم. عشان يسمع لحظه الانتصار، وانا من وجهه نظري انتصار الحق وانتصار اعضاء الجمعيه العموميه لدستورهم
وعدم فرض الوصايا عليهم. والله اللي منهم روح واللي منهم قعد يعني اللي كانوا موجودين لا دي لحظات برضو اللي كانت بتحتاج فعلا ان يتأرخ لها. يعني لما يكون الاستاذ عماد وحيد داخل خارج من بعد اعلان النتيجه من الصوان في اعلان من الصاله المغطاه في اعلان النتيجه ويقابله احد الاعضاء المحترمين وهو يعني زي حالتنا كده كبير في السن يعني وياخد الاستاذ عماد وحيد في حضنه ويبكي فرحا من نتيجه الجمعيه العموميه لان حس ان يعني هو انتصر في تحدي كبير انتصر في تحدي كبير بيقول للناس كلها يعني ارجع يا عم انت وهو انت بتحارب مين النادي الاهلي ما دخلش معركه ما انتصرش فيها ما دخلش معركه انت بتلعبه فين يعني اللي عايز يلعب يروح في حته تانية مش مع النادي الاهلي ما يعملش معركه مع النادي الاهلي والا اذا كانوا هم بيعتبروا ان خسارتهم في المعارك قدام النادي الاهلي مكسب ليهم مجرد ان هم يخسروا قدام النادي الاهلي فده موضوع تاني هم وشانهم يعني هم وشانهم في المساله دي فاللي كان يشوف مشاعر الناس امبارح كان يعرف يعني ايه قيمه النادي الاهلي قيمه الطلعه الحمراء حق قيمه اعضاء الجمعيه العموميه الجمعيه العموميه دي على فكره ما بتضحكش عليها الجمعيه العموميه بدون ذكر اسماء على فكره سحبت الثقه مرتين في تاريخها من رؤساء ليهم كل الاجلال والاحترام والتعظيم الجمعيه العموميه دي ما بتضحكش عليها خالص الجمعيه العموميه اللي بيتقال عليها اللهم انها كانت رايحه عشان تناصر سين او صاد او عين ده كلام اصلا كان مردود عليه ما حدش كان يملك من اعضاء مجلس الاداره يا كابتن اللي بيقول ان المساله مساله انتخابات وبدين الانتخابات بدري او اللي انا هسميهم معلش بقى ان سمحت لي في اللفظ ارزوقيه الانتخابات هم اللي عايزين الانتخابات تبدا بدري ها المهندس محمود طاهر ولا مجلس اداره النادي كان يملك ان هو ما يعطيش الجمعيه العموميه دي ده القانون محدد لها مده زمنيه لمده 3 شهور تبدا في 1/6 تنتهي في 31/8 ده احنا بنقول ان الاهلي اتاخر لكن لما اقول النادي الاهلي اتاخر رفع عقد جمعيته العموميه هقول ان كان بيعد لائحه طليق بالنادي الاهلي عملها احد اكبر فقهاء القانون في مصر الاستاذ رجاء عطيه كان بيعد لائحه على مدار الثلاث شهور كان بيتدارس الامر وبيناقش الاعضاء عضو كل من له اعتراض كانت الصدور كلها مفتوحه للمناقشه المساله اللي يقول انتخابات يقول صوره مين اترفعت مفيش يعني صوره مين اترفعت من اعضاء مجلس الاداره او رئيس مجلس الاداره صوره الاهلي صوره الاهلي الاهلي فوق الجميع اللي اعضاء الجمعيه العموميه بتوعه فعلا اثبتوا بما لا يدع مجال للشك ان الاهلي فوق الجميع كابتن في نقطه انا عايز اقولها لحضرتك اتفضل يا فندم النادي الاهلي لو كان فتح المجال زي كتير من الجمعيات العموميه اللي انعقدت للاب يصوت لابنه اللي مسافر والابن يصوت لابوه والاخت تصوت لاخوها والزوجه تصوت لزوجها لكان الجمعيه العموميه اللي جابت 15,000 مقاتل المستشارين ما كانش بيوافق 15,000 انا شفت نماذج كان معايا النهارده مداخله من استاذ عضو جمعيه عموميه قال لك انا والدي تعبان شويه رحت لست المستشاره اكلمه قلت له صوت له ما رضاش ابدا ما انا بقول لحضرتك لو اتفتح المجال بقى زي جمعيات عموميه اخرى اتقال انها اكتملت لو اتفتح المجال بقى اللي دي تصوت لجوزها وده يصوت لابوه وده يصوت لابنه في حد قال انا كنت رايح 25 عضو لكن غير ما ادخل في اسماء لكن كف مقر النادي الاهلي في الجزيره ولا كان كفى مقر النادي الاهلي في مدينه نصر ما كانش هيكفي اعضاء الجمعيه العموميه لو المساله بهذا الشكل كل واحد هيروح يصوت لده ويصوت لده كان زماننا بنتكلم في رقم تاني مختلف فاحنا بنقول ان اللي جم مش كانوا نواب مش عن اعضاء الجمعيه العموميه لا ده كانوا نواب عن ملايين جماهير النادي الاهلي اللي موجودين في مصر وفي الوطن العربي وفي افريقيا من اقصاها الى اقصاها طيب هبتدي مع حضرتك في البدايه عشان ندي الناس حقها لان كان في 69 قاضي موجودين ناس من الهيئه النيابه الاداريه بذلوا مجهود كبير وبصراحه كان عاجبني دايما بحب التعامل اللي فيه هدوء وسلاسه وانا اللي مسؤول هنا وكان التعامل بمنتهى الشياكه والنزاهه والشفافيه من الهيئه النيابه الاداريه هتقول لهم ايه؟ الحقيقه انا عايز اكد على الشكر وانا ليس لي ان انا اتكلم بلسان اعضاء النادي الاهلي لكن انا عايز اكد على الشكر اللي صدر امبارح للمهندس محمود طاهر واعضاء مجلس الاداره لاعضاء النيابه الاداريه على المجهود المضني على مدار يومين ولم يسلموا من التلاسن من بعض الناس لكن كان فعلا كان مجهود مضني منهم وانا بتوجه لهم بالشكر يعني النهارده اتعمل مع حضرتك مداخله من المستشار اياد عبد الحكيم والمستشار اياد عبد الحكيم بس انا عايز اعرف جماهير النادي الاهلي طبيعه القضاه والمستشارين اللي كانوا موجودين اتفضل على الصندوق بتاع الجمعيه العموميه بتاع النادي الاهلي المستشار اياد عبد الحكيم عضو مجلس اداره نادي هيئه النيابه الاداريه في المنيا يعني من اعلى درجات القضاء في القضاء في النيابه الاداريه في مصر كان موجود المستشار اياد عبد الحكيم مش مجرد مستشار عادي لا يشار اليه بالبنان لان هو من عائله هو ابن الاستاذ محمد عبد الحكيم ابو زيد نقيب محامين المنيا الاسبق فمعروف في مصر كلها
حاجه يعني اللي هو التصرف الخاطئ لو صدر من شخص عادي ممكن ما يبانش، انما لما يصدر من اياد عبد الحكيم او حازم عبد الحكيم اللي كان موجود في نفس أخوه. في اخوه في نفس في نفس المكان، لا كان هيلاقي ألف عين بتبص عليه، ناس فوق الشبهات يا فندم. ناس فوق النادي الاهلي الوحيد اللي اشراف قضائي كامل في الانتخابات في الانتخابات في الانديه كلها بالنسبه للانديه كلها، اشراف قضائي كامل اتنين قضاء على كل صندوق ما حصلتش. وخليني اقول لحضرتك انا محامي اكتر من نادي، مش النادي الاهلي لوحده، ده ما حصلش غير في النادي الاهلي بس. وعند يعني انا لما انا عايز بس لما اتكلم يا كابتن ارجوك ما يتفهمش من كلامي ان انا يعني بتملق المهندس محمود طاهر او بتملق احد اعضاء مجلس الاداره، هو الموضوع مش كده. انا لو مهما قلت في المهندس محمود طاهر لن اضيف له شيء، ولو مسكت عن الكلام مش هنقص من قدره شيء. اريحك اريحك عشان تتكلم براحتك واشيل الحرج عن حضرتك. حتى المختلفين مع المهندس محمود طاهر بيقولوا شخصيه محترمه جدا، شخصيه خلوقه جدا، وده اللي احنا بنسمعه طول الوقت يعني حتى اللي بيختلف. لكن ما في ناس بتختلف وفي ناس بتخالف. يعني في ناس بتختلف. طب هنقعد بقى نعمل حساب الناس ومش هنتكلم اساسا. لما 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 نسمع النهارده على احد المواقع في على السوشيال ميديا المهندس محمود طاهر مش قانوني وعشان كده جمعيته بطله، ايه ده؟ انت ايه ده؟ انت مين يا عم؟ هو المهندس محمود طاهر مش قانوني؟ مهندس الانتخابات؟ المهندس محمود طاهر مش قانوني. طب المهندس محمود طاهر عمل جمعيه، انت يعني انت وناديك وخمس نوادي جنبهم ما يعرفوش يعملوا ربعها. انت كان بيصوت عندك الناس بالتوكيل وبالمحبه وده انا اعرفه شخصيا خش صوت وده ما اعرفوش وده كانت المساله ماشيه عندك كده. بتتكلم في قانونيه الاستاذ المهندس محمود طاهر اللي جه قبل الانتخابات في اعضاء الشيخ زايد. اعضاء الشيخ زايد يدرجوا ضمن الكشوف الانتخابيه؟ قال في حكم. ينفع ما يدرجوش؟ قال لك لا، نحترم احكام القضاء. ده يوم 26 المحكمه الاداريه العليا بتنظر في امرهم في اعضاء الشيخ زايد. طب الحكم نافذ ولا مش نافذ؟ الحكم نافذ، ينفذ القانون. وصمم القانون، وصمم ان هم يدرجوا، وهو عارف ان اللي هيجي منهم مش يعني ممكن يصوت بلاقه ضد اللائحه اللي هو عايزها، وعارف ان لو اكتمل وكان عددهم اكتر من التلت كان ممكن اللائحه ما تخرجش للنور. ومع ذلك قال لك فليكن القانون ويذهب العالم للجحيم. فليكن القانون. ينفع اوقف حكم تنفيذ حكم قضائي؟ الحكم سار وبنانه سار، ينفذ الحكم. ينفذ الحكم. وليكن القانون ويذهب العالم كله الى الجحيم. ادرجوهم. فادرجوا في كشوف الجمعيه العموميه وكانوا موجودين، وهو يعلم تماما ان هم هيصوتوا بلا ضد اللائحه. كمان عايز اتكلم عشان نديهم حقهم، لا صوت يعلو فوق صوت الجمعيه العموميه. نعم. قالت كلمتها برقم كبير وضخم وقبلت التحديات. نعم. حضرتك في نقطه مهمه انا قلتها في البدايه. نعم. يوم الانتخاب مش هكلمك في الاسبوع اللي قبليه وكميه الاحباط اللي بيصدروه للناس. نعم. مش هكلمك عن صحف قوميه كبيره يوم الانتخاب الصبح، لا خلاص هي بطله، ده لسه ما لحقش، ما حدش راح ينزل من بيته. اتصدر للناس كلها اللي هي بطله. مع اعلام كل يوم كل يوم التفرقه والتقسيم وقلبوها انتخابات وكده، ويجي 15,000 من اعضاء الجمعيه العموميه. التفرقه والتقسيم والنادي الاهلي بقى زي دكان حلاقه. مش تفرقه وتقسيم، الجمله دي اتقالت. النادي الاهلي بقى دكان حلاقه بيتشمع. عيب. عيب. عيب يا من كنت تنتمي في يوم من الايام للنادي الاهلي واصبحت لا تنتمي الا لنفسك. عيب. النادي الاهلي مش دكان حلاقه. عيب. الشمع الاحمر اللي انت بتتكلم عنه، الشمع الاحمر اللي انت بتتكلم عنه كان مصاحب ليه محضر اجراءات في اول يوم. محطوط جوه الصندوق بامضه قاضي له كل الاحترام، قايل فيه حضر عدد قد كده وباقي عدد استمارات فاضل لما يطلب اصواتهم قد كده، ومتحدد فيه كل حاجه وماضي. الصبح ياخد المحضر بتاعه يراجع الكلام بتاعه اللي هو كاتبه امبارح، مع ان هو مشمع بالشمع الاحمر وختم بختمه فوق الشمع الاحمر، وما اكتفاش بهذا الا ان الصبح تم الجرد قبل ما يتفتح الصندوق للمره الثانيه. تيجي بعد كل المجهود ده وبعد كل اللي قاموا بيه مستشارين محترمين اجلاء تقول اصل الشمع الاحمر كان الحلاق عندنا. صعب. بيشيله. ايه ده؟ صعب قوي. ايه ده؟ صعب قوي. ايه ده؟ ونشوف النهارده على السوشيال ميديا التاني طالع يقول لك اصل المهندس محمود طاهر مش قانوني، مش قانوني. طب انت القانوني عملت جمعيه ايه؟ عملت جمعيه مين التاني؟ واصل اصل ده مش فكر المهندس محمود طاهر، ده فكر الاستاذ رجاء عطيه. الاستاذ رجاء عطيه ده احنا في سننا ده واحنا كبار في السن نسمع ان الفقيه العلامه الاستاذ رجاء عطيه في المحكمه بيترافع في الجلسه الفلانيه. والله نجري نخلص شغلنا بسرعه ونروح عشان نقعد جنب الاستاذ رجاء عطيه نتعلم للشباب الصغير نتعلم عشان يعرفوا مين اللي حط اللائحه. عايز اقول لحضرتك حاجه،
ما تعرف الناس حتى الراجل ده يعني احترام السن ما كانش موجود معاه. نعم. حتى ده تهاجم وقال لك انا ما بقتش فاهم، يعني كلام صعب جدا. أيوه. واحنا في وقت المفروض يعني اكتر حاجه صعبه بعد ثورتين حصدنا منها عارف ايه؟ نعم. حصدنا الانفلات الاخلاق. نعم. من الكبير ومن الصغير مفيش حد يحترم حد. ما بقاش فيه خلينا نكلمك بصراحه اكتر. عرف الناس مين رجاء عطيه وبيعمل ايه في حياته ووصل لايه عشان الشباب الصغير حتى اللي بيوجهوه يهاجموه يبقى فاهم الراجل ده القامه القيمه والقامه يبقى مين. الاستاذ رجاء عطيه تقريبا احد اول المرجعيات القانونيه في مصر اللي بيرجع لها اساتذه قانون، يرجع له الاستاذ رجاء عطيه في امور ماذا يفعلون. احنا رغم سننا ورغم اللي يتعدى مننا 30 سنه من عمره زي حالاته في زي حالاتي في القانون، ها يرجع للاستاذ رجاء عطيه يستفتيه لان الفتوى حاضره بعلم على لسان الاستاذ رجاء عطيه. فلما الاستاذ رجاء عطيه يتفضل ويقوم بصياغه لائحه النادي الاهلي او ترجمه ما يريده اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي على ورق، هو ما اكثر من مترجم بين القانون وبين رغبه اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، ما كان يستحق الا كلمه شكر وشكر عميق. يعني كلمه شكر وشكر عميق. انا متفق مع حضرتك 100%. هدخل كمان عشان ندي الناس حقها ونبقى بنتكلم بامانه، انت قلت لي اعضاء الجمعيه العموميه وكنت مصر وبتاع، بس في حاجه ما حدش اتكلم فيها خالص موجوده على ارض الواقع. نعم. النظام اللي كان موجود في الدخول والخروج السريع. نعم. من الاداره التنفيذيه للنادي الاهلي. نعم. وكمان الامن المتواجد وكل المديرين اللي موجودين اللي بذلوا مجهود كبير. نعم. عشان ندي الناس حقها. نعم. الحقيقه بص يعني هي كانت خليه نحل، هي كانت ملحمه بالامانه. وكان بيقودها قائد كتيبه المقاتلين اللي هو شيرين شمس اللي اتقال عليه اللي قيل عليه ما قيل يعني. ها انا اسف بصفاقه يعني، يعني قيل عليه ما قيل بصفاقه، اقل ما يقال عن اللي قيل عن اللي هو شيرين انه اتقال عليه بصفاقه. ها بقياده اللي هو شيرين لا فعلا ما فيش يعني ما فيش مجال لان عنصر الخطا يدخل من اي مجال. ما كانش في مجال لده، واللي كانت عينه تغفل كان وراه اما الاستاذ كامل زاهر اما الاستاذ عماد وحيد اما المهندس محمود اللي كانت عينه تغفل من حاجه. اللي هو شيرين قاعد في ارض الملعب ما سابهاش على مدار ال 48 ساعه دقيقه واحده تقريبا. طيب فكانت يعني دخول منظم خروج منظم، ما فيش تشكيك ان اصل والله ده ابراهيم فكري دخل فقعد جوه ساعه يحط صوته. اقول لك على حاجه. النادي الاهلي انا فخور بنادية. نعم. جدا جدا. عارف. نعم. ليه؟ اللي كان عايز يبين اللي فيها زحمه كان ممكن يعمل القاعه صغيره يصغر ويصغر القاعه ويبان بقى للناس كلها شايفين الاعداد مع العدد اللي جه كان يبان، لكن المساحه كانت رهيبه في اول يوم مش باين ما تحط فيها 2000 و3000 مش بيبان فيها حاجه. وفي ناس حتى كنت بدردش معاها قال لك كان ممكن يصغروا القاعه كانت هتبقى افضل من كده عشان اللي يشكك يقول شايفين العدد ده، لكن القاعه من كبرها بان مهما بيحصل حشد والناس بتيجي مع بتخرج بسرعه وبتدخل بسرعه مش قادرين يقتنعوا ان النادي الاهلي مثال للشرف والنزاهه والشفافيه. ايوه عشان يحصل تلاعب في المساله، تلاعب لحساب مين وضد مين؟ يعني هيبقى تلاعب لحساب مين وضد مين؟ ده سؤال كل الناس بس تسال نفسها فيه. سؤال لحساب مين وضد مين؟ يعني وبتشككوا ليه؟ وليه عايزين اقول لك انا بصراحه؟ نعم. وانت معرفش اتفق او تختلف معايا. اتفضل. كانوا بيرهنوا ال 2000 3000 4000 بعد الحمله اللي احنا عملناها دي هو هم اللي يجوا بس. ده مش كده بس. ده اصلا النصاب اللي اتحط 12000 ونص ده محطوط النادي الاهلي مخصوص. ده نصاب تعجيزي. بالمناسبه يعني ده نصاب تعجيزي ووضع اللائحه يعلم جيدا ان كل الانديه اللي موجوده يعلم النصاب اللي بيجي فيها قد ايه، وعارف ان الجامعات العموميه القادمه في كل النوادي هتحط لنفسها لوائح باقل من النصاب اللي موجود في اللائحه الاسترشاديه اللي هو وزعها على الانديه. هو ما كان مقصود غير ان يعجز النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي ما بيعجزش الحمد لله. ها كان يعجز النادي الاهلي عن انه يجمع النصاب القانوني لانعقاد الجمعيه العموميه فيخضع لرقابه اللائحه الاسترشاديه بما فيها. اللي احنا خلاص ما بقاش من حقنا ان احنا نناقشها لان ما بقاش تخصنا في شيء. بعد ما اعلن سياده المستشار المحترم ان اللائحه المعمول بيها هي اللائحه اللي تم التصويت عليها داخل الجمعيه العموميه فلا مجال للكلام في اللائحه الاسترشاديه. 14975 او نتكلم 15000 هم بقى كلمتهم بس النادي عمل اللي عليه كلمتهم. انت بقى دول اعضاء هم اصحاب النادي وانت كل القوانين وقعدنا نتكلم سنين طويله. نعم. على
اعطاء الحق للجمعيه العموميات وكلام طويل قوي وقوانين طويله. خلينا ادخل مع حضرتك بعمق اكتر عشان جمهور الاهلي اللي مش فاهم يفهم. نعم انا بكلم اللي مش فاهم يفهم. نعم ايه رايك في عقد الجمعيه العموميه للنادي الاهلي على يومين؟ نعم عايز اعرف راي حضرتك. ومقرين؟ ومقرين عشان يبقى الرد واضح. خلي بالك في ورقه اللي النادي الاهلي في مدينه نصر مقر. نعم بس انا مش عايز اعمل تفرقه ابدا لان هم عايزين دي حتى النهارده. لا احنا كلنا واحد. في مقرين النادي الاهلي على فكره منتهى الوحده. بصراحه ان يبقى ليه مقرين وثلاثه وخمسه لاعضاء النادي الاهلي اللي هم واحد في النهايه. ليهم مقرين وثلاثة وخمسة وعشرة ولسه طلع لنا وطلع لنا فرع تاني في التجمع الخامس ولسه عندنا حاجات تانية. هنقول ايه على ده كله؟ يعني هنقول ايه على ده كله؟ هنقول بقى دول اهلاوية التجمع ودول اهلاوية زي لا كلنا واحد. في النهاية الاهلاوية اهلاوية صح. يعني في النهاية الاهلاوية اهلاوية في التجمع في الشيخ زايد في الجزيرة في مدينة نصر. في النهاية الاهلاوي اهلاوي في كل مكان. هو صاحب سهم في هذا المكان. فلما يقول على مقرين انا عايز اللي يقول انها مش قانونيه يشاور لي على نص ماده من القانون. معنى لما نيجي نقول القانون انا ممكن لحضرتك ايه الكوسه مضره. فانا اسف بقى معلش خلينا نتكلم بلغه ولاد البلد اللي انت حضرتك يا كابتن بتحبها جدا. الكوسه مضره ماشي ما تاكلوهاش. طب انت بتحب الكوسه تقول لي طب بتعرفتي منين؟ اقول لك ده قانون. كدبني بقى ما انا راجل متخصص بقول لك كدبني. لكن الصح ان انت لما تيجي تقول لي ده قانون تعال قول لي القانون الفلاني اديني تفاصيل. فلما انا حتى لما اتقال لي انا في وسط إيه لما اتقال المقرين واليومين والمقرين انا بعت استشاره مكتوبه بتحمل مسؤوليتها للتاريخ للمهندس محمود طاهر وللاستاذ عماد وحيد. ادي استشاره مكتوبه انا عايز اللي يقول لي انها مش قانونيه يشاور لي على اني نص ماده في القانون. فاتبعت كلام حوالين نص الماده 4. طب يا جماعه نص الماده 4 بتدي اللجنه الاولمبيه مع كل الاحترام ليها حقين. الحق الاولاني ان هي تصيغ لائحة استرشادية للنوادي عند وضع الأنظمة الأساسية ليها. دي واحد. رقم واحد هي المادة 4 ما قالتش غير كده. رقم اثنين وضع النصاب القانوني اللي تنعقد به الجمعيات العمومية الخاصة لوضع النظام الأساسي. ملهاش شغلة تالتة. ماشي؟ طب مين اللي ليه حق طعن؟ ده نص القانون مين؟ على الجمعية العمومية اللي ليه حق طعن؟ القانون نفسه في المادة 20 محدد قال لك للجهة الإدارية. ولذوي الشأن. أنا فأنت عاجبني فيها يا أستاذ إبراهيم. نعم. أنت عامل زي لعيب حريف مهاري. أنت دخلتني على طول مادة 4 بتاع أنت قاعد فصصتها قلت لي 20 تقول و15 بتقول. لا أنا بقول لحضرتك مادة 4 حددت اختصاصات اللجنة الأولمبية في اختصاصين ما لهمش تالت. واللي عنده تالت يقول لي عليه نتعلم مفيش مشكلة. اللي عنده اختصاص تالت اللجنة الأولمبية غير دول يقول لي عليه. تمام. انا بقى بعملها في مقرين بعملها في خمسه. طب ايه راي حضرتك ان القانون نفسه ما قالش تجتمع فين؟ طب في جمله طب لو في جمله عايزين نقول اللي شكك في الاهلي عمل في مقرين مثلا. نعم. الجمله اللي حضرتك تقولها عشان توعي الناس اللي هي للمعترض الصح ايه؟ الصح هو عارف المعترض. خلي بال حضرتك نقطه مهمه قوي. المعترض عارف الصح. ماشي بس هو الفكره ايه؟ انا عايز اختلف مع النادي الاهلي عشان انا مش قادر ابقى نجم من نجوم النادي الاهلي او اظهر في فلك هذا الكوكب اللي اسمه النادي الاهلي. فاختلف مع النادي الاهلي ما اقدرش اثر فيك ايجابا انا اثر فيك سلبا. وشلوت سيادتك دفعه للامام. يعني انت طلعت خسران من المعركه قدام النادي الاهلي فهو مكسب ليك. طيب بالنسبه لموقف النادي الاهلي القانوني سليم 100% ولا لا؟ عشان في البعض قال لك هي مش عارف هيحصل ايه ومين هيروح فين ومين هيمشي ومين موقف الاهلي في الموضوع ككل. نعم. سليم 100% ولا في مشكله؟ ما عندناش ادنى مشكله. ادنى مشكله توحد ربنا مش موجوده. الاجراءات من بدايتها لنهايتها بما فيها اجراءات التحضير للجمعيه لحد ما اعلنت النتيجه لحد ما انا بتكلم مع حضرتك دلوقتي انا عايز واحد يشاور لي على خطا واحد مخالف للقانون. اللي يقول لي خطا على مقرين يقول لي ليه؟ اللي يقول لي خطا على يومين يقول لي ليه؟ اللي يحددوا لي بالظبط ايه الخطا في مجلس اداره. في مجلس اداره حب ان هو ييسر على اعضاء الجمعيه العموميه في مكان اوسع في وقت اكتر يتيح الفرصه لاكبر عدد ممكن لانه مش هيعمل زي غيره. مش والنبي يا فلان انت هتيجي طب انت ممكن بقى تصوت لابوك مش هيعمل زي غيره وحط جنبها ايه مليون 13 شرطه. ايوه 13 شرطه. أيوة. وان كنت بتمنى يعني انا على فكره في بخص الكابتن سمير كمونه وهو معاك على التليفون في المداخله وليه كل الاحترام والتقدير انت بتقول هو زعلان من القناه. لا ده انا عايز اضيف انا عايز اقول للكابتن سمير كمونه ولغيره
ان المساله لو كانت بتدار بالاشخاص، عشان اكد بقى على وجهه نظر حضرتك، بتدار بالاشخاص، مكان ليله الجمعيه العموميه بالليل كان في اتنين مستضافين وعلى الهوا وموقفهم معروف ان هم ضد المهندس محمود طاهر ومجلس الاداره اللي موجود ومن اعضاء الشيخ زايد، وهم يعلموا تماما ان اللائحه دي هتحرمهم الحق في ان هم يكونوا اعضاء عمليين، بس طالبوا يكونوا موجودين. وانا عرفت واتاكدت واتصلت، معلش عشان اوضح عشان الناس بايه كل واحد بيفكر على مزاجه. انا سالت وعرفت، عرفت ان طلبوا يكونوا موجودين واتكلموا في الغاية. وتفضل حضرتك اللي عايز تقوله تعالى. انت حضرتك قلت ان القناه بتاعت اعضاء الجمعيه العموميه طبعا، وبتاعت جمهور النادي الاهلي طبعا، وبتاعت كل اعضاء النادي الاهلي طبعا. فده انا باكد على دي بس ان المساله مش شخصنه ومش بتاعت حد، ومفيش حد بيحط فانيلا عليها صوره حد. طيب، من ضمن الحاجات اللي يعني عايز اعرفها زي اهلاويه كتير عايزه تعرفها، نعم. احنا بنتكلم في قانون، بنتكلم اكيد حضرتك هتفيدنا بشكل كبير. اتفضل. وعايز عمق اكتر كمان من اللي حضرتك قلته. طب بعد اللي انت بتقوله والقانون معانا ومفيش اي حاجه فيها وجهه نظر اعتراض، ليه اللجنه الاولمبيه معترضه تماما على يومين للنادي الاهلي؟ الحقيقه هو خليني احكي لحضرتك واقع بس، ان هم بدايه من المخاطبه اللي بعتوها. ايه هي المخاطبه اللي بعتوها للنادي؟ وهم بيقولوا له ان لابد من انعقاد الجمعيه على يوم واحد، لان السبيل او الذريعه الوحيده اللي تزرعوا بيها ان كلمه اجتماع في اللغه مش في القانون بتعني ان الاجتماع يكون يوم واحد. مفيش في حاجه اسمها اجتماع يوم واحد؟ ده احنا بنقول بنقول ان في مجلس مش عارف مين في حاله انعقاد دائم لحد ما يتم كذا. مجلس مش عارف يعني مين اللي قال ان الاجتماع ها معناه ان هو يوم واحد؟ عندي يعني معلومات ان النادي الاهلي وصل له خطاب اتقال فيه. صدقني حضرتك احنا ردينا عليهم بشكل لغوي كمان. احنا مش ردينا عليهم بشكل قانوني. رديت قلتوا ايه؟ احنا رد يعني مش ده مش تفسير لغوي لكلمه اجتماع. عارف منطق اللي ما لقوش في منطق ولاد البلد برضو اللي ما لقوش الورد عيب لو احمر فقالوا له احمر الخدين. اصل اجتماع معناها يوم واحد. معناها فين يوم واحد يعني؟ طب والقانون كان يعني كان بيعبث لو كان قال ان تجتمع الجمعيه العموميه في يوم واحد. تجتمع الجمعيه العموميه مره كل سنه في خلال الاربع اشهر التاليه للسنه الماليه. ما قاليش على يوم واحد، ما قاليش على يومين، ما قاليش في مقر، ما قاليش في مقرين، ما قاليش اي حاجه من الكلام ده. ما قاليش فين حتى. ده على فكره القانون بيديني حق ان انا اعقدها بره المقرات. يعني اروح اجر استاد القاهره واعمل فيه جمعيه عموميه. يعني فهمني حضرتك، ما فيش في القانون ما يمنع. فجايبين الكلام منين؟ وواحد يطلع يقول لك والجمعيه العموميه بتاعت الاهلي غدا ومش عارف ايه ويا ما اعرفش بقى، هي بطله. لا ما انا هكلمك في ده بعد شويه، بس كمان عايز اتاكد من حاجه عشان عندي بعض المعلومات اللي ممكن النادي الاهلي ممكن في الكواليس ما اتكلمش فيها. نعم. وعايز اتاكد يا صاحبي، هل في البدايه خالص قبل اي حاجه والدنيا لسه في هدوء ومحدش عارف الدنيا رايحه فين وجايه منين، في خطاب بعد اللائحه الاسترشاديه راح النادي الاهلي، او بلاش استرشاديه والنبي عشان بتستفزين اللائحه الملزمه للنادي الاهلي؟ اتقال فيما معناه اللي انت حدد اللي انت عايزه، وفق اوضاعك وعلى لائحتك الخاصه وبتاع وشوف اللي انت بعدها حسوا بالخطا من الكلام ده فبعتوا لك الجواب اللي هو على يوم واحد. في حاجه وصلت كده في الاول او في الكواليس حصل كلام كده؟ حصل كلام من النوع ده. ايه اللي حصل؟ حصل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده بخطابات رسميه؟ بخطابات معاكم الخطاب بالشكل ده؟ معانا. طب وينفع يرجع في كلامه؟ ورجع في كلامه لما احكي لي دي والنبي عشان انا والله حد قال لي بس انا عايز اعرف من حضرتك. هو بعد انعقاد مجلس الاداره وتحديد موعد الجمعيه العموميه على يومين، واخترت اللجنه الاولمبيه بموعد انعقاد الجمعيه العموميه، راح جاي الرد بتاعهم اللي هو ان اجتماع معناها يوم واحد وبتاع حاجات كده، ده مخالف للقانون وبيهددونا بتطبيق نص الماده الثانيه من القانون اللي هي بتلزم ان الانديه بان هي توفق اوضاعها خلال الثلاث شهور والا تعتبر منحله بقوه القانون. والله انا قلتها حتى لعماد بيه وحيد واللي هو شيخ شمس، قلت له يعني خليني انا هقول انا مش هوفق اوضاع، مش هعمل جمعيه عموميه خالص. افتراض جدلي يعني. مين اللي يملك ان هو يطبق عليه نص الماده 2 ويعتبر ان الهيئه الرياضيه دي، ان النادي الرياضي ده منحل من تلقاء نفسه بقوه القانون؟ مين اللي يملك؟ مين؟ مش لابد حكم محكمه ما يقول لي قوه القانون؟ يبقى لابد ما هو الشيخ زايد معاهم حكم محكمه ومش عايزين، كانوش عايزين ينفذوه. لا المهندس محمود طاهر نفذه. هو اول جمعيه عموميه
جت بعد ما حصلوا على الحكم في الشيخ زايد. يا كابتن في جزئيه انا عايز اوضحها لحضرتك. اتفضل. كانوا مدرجين في كشوف الجمعيه العموميه، وانا كنت بحضر جلسه في نفس الموضوع قدام المحكمه الاداريه العليا، وارد فيها تقرير هيئه مفوضي الدوله بيقول ان ما لهمش حق الحضور. لسه الحكم ما طلعش، تقرير هيئه مفوضي الدوله طالع بيقول لي الناس دي ما لهاش حق الحضور. والمفروض ان التقرير رايح للمحكمه، ومع ذلك المهندس محمود طاهر قال لك ده يوقف تنفيذ الحكم. قلنا له لا، قال يدرجوا. يدرجوا. ده ببساطه شديده. الفكره بتاعت مش اللجنه الاولمبيه بس. هو اللي يقدر يكسر النادي الاهلي هيبقى سهل عليه يكسر اي حد بعد كده. فاكر ترئيسة عضلات لازم كله يبقى تحت ايدي. فكان لازم من البدايه من عند الكبير قوي. طب هستاذن حضرتك عشان اللي انا شرحته احنا اول مره نشوف بعض يا استاذ ابراهيم. ايوه وعايز اتكلم في اهل القانون فريق العمل اقول من محامي النادي. نعم. رسلنا النادي عشان نتكلم، ما حصلش اي حوار. نعم. ولا مع اي حضرتك. نعم. انت قلت جمله دلوقتي عجبتني قوي. نعم. عايز الاهلاويه كلهم المعترضين علينا قبل اللي بيوافقونا سواء في الجمعيه العموميه او بره الجمعيه العموميه تقول لهم الجمله دي والنبي تاني وكاميرا حضرتك اهي. عايزين يعملوا ايه في النادي الاهلي يا استاذ؟ لا هم لازم يفهموا ان النادي الاهلي بيواجه تحديات عصيبه. طبعا يعني بقرار الجمعيه العموميه امبارح كان بمثابه لطمه على خد كل من يفكر ان هو يواجه النادي الاهلي. كانت لطمه. لكن النادي الاهلي طبعا بيواجه تحديات عصيبه. النادي الاهلي لما توصل للمساله ان هو يستهين بالنادي الاهلي يقول له انا هطبق عليك نص الماده 2 من القانون، وتعتبر هيئه رياضيه منحله من تلقاء ذاتها بقوه القانون. انت تملك ايه في تطبيق القانون؟ انت القانون حدد لك اختصاصين ما لهمش تالت. ارجع تاني للكلام من الاول. لا انت تملك تحل ولا انت تملك تربط، انت ليك في النهايه خالص العقد جماعه عموميه مش عاجباك قدامك في سبيل الطعن القانون حدده لك. تطعن زيك زي اي من ذوي الشأن، زيك زي اي عضو من الاعضاء اللي مش عاجبه، زيك زي اي واحد من الشارع له صفه ومصلحه في الطعن. بس انما هو ادى الحق في الاول للجهه الاداريه. الجهه الاداريه الممثله في مديريه الشباب والرياضه فقط. مدير مديريه الشباب والرياضه مش حد تاني. لا النادي لا الحقيقه يعني لابد من الانحناء احتراما قدام مجلس الاداره اللي تحمل كل ده. مجلس الاداره ورئيسه اللي تحملوا كل ده لابد من الانحناء قدامه. فعلا في الفتره اللي فاتت يعني. ما هو في خلينا نتبنى وجهه النظر الاخرى اللي اتقالت عشان نتكلم في كل حاجه. نعم. غلط مش في مصلحه النادي الاهلي على يومين. بندخل النادي الاهلي في متاهات. كل الحاجات و و و اللي من النوعيه دي. من النوعيه اللي انا بحترمها برضو عشان لازم تحترم الراي والراي الاخر. نعم. ففي البعض برضو قال كده اللي هو ما اللي انا قلته لحضرتك من شويه ولا يومين مش عارف غلط مش في مصلحه الاهلي مش عارف ايه كل التفاصيل السلبيه اللي انا مش عايز اتكلم فيها. ليه؟ 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 يعني انا عايز لما حد يقول لي على معلومه بلاش يومين يقول لي ليه؟ انا عندي السبب اللي يخليها على يومين. انما انت اللي بتقول لي لا ما عندكش. ما هو في النهايه احنا بنتناقش واحنا مختلفين كل واحد فينا صاحب حجه. انا حجتي معلومه لدى الكفه ان انا عايز ايسر على اعضاء الجمعيه العموميه في متسع من الوقت ومتسع من المكان وقرب جهات التصويت للناس. مشروع جدا هذا الكلام. اي مجلس اداره في الدنيا ملوش شغله غير ان هو يعمل على راحه اعضائه. طبعا. ولا ليه شغله ثانيه؟ مش هم اللي بيجيبوا هم اللي بيمشوا. ولا ليه شغله ثانيه؟ طبعا. هم اصحاب السلطه. عايز يريح اللي جابوا اللي حطوه في المكان ده. صح. اللي حطوه في المكان ده بيريحهم. انا عندي اللي يبرر موقفي. واللي انا بقول اما انت لما تقول لي يومين غلط على النادي الاهلي اقول لك ليه مش هلاقي. مقرين غلط على النادي الاهلي اقول لك ليه مش هترد عليا. انا بكلم في شخص المعترض بقى في شخص حضرتك مشكورا يعني. مش هلاقي ردود. فبالتالي هفضل انا لوحدي. فعشان كده برضو الردود ما بقتش ذات جدوى بقى خلاص. احنا النهارده فعلا في يوم فرح زي حضرتك ما طبعًا بتقول طبعًا احنا بننتصر باراده جمعيه عموميه. ده فرح وفرح تاريخي مش فرح عادي. محترمه وفرح تاريخي بقرار صادر من جمعيه عموميه ليها تاريخ عظيم. النادي اللي فيه جمعيه عموميه سحبت الثقه مرتين وجددت الثقه مرتين في تاريخي كمصري يقول انا. يقول انا. ومن هم؟ ها؟ وفي النهايه يبقى النادي الاهلي تروح اشخاص.
وتيجي أشخاص ويبقى النادي الأهلي. وده اللي أنا عايز أقوله لكل الناس وللمخالفين واللي بيتلاسفن النهاردة واللي مش لاقيين كلام يقولوه. فيبقى المهندس محمود طاهر ما هوش قانوني. لو كان قانوني زيي باللفظ كده في تسجيل صوتي، لو كان قانوني زيي ها كان عارف الغلط فين. طب ما تقول لنا ما هو مش قانوني زيي. اصل ده كلام، اصل ده كلام راجل عاطل. لا معلش خليني ارد، خليني ارد. ما هو ما بيعملش اللي بيتعامل. الصوره فيها 45 واحد ويتقال لك بص الحشد عامل ازاي. ما احنا ما بنعملش كده عشان احنا الاهلي ولا ايه؟ ويا ريت بص الحشد عامل ازاي. وصندوقين في جمعيه عموميه قبل كده واعتمدها الوزير، فيها صندوقين، محطوط صندوق اللي موافق وصندوق من اللي مش موافق. وشوف الجمعيه العموميه تروح وقرار الجمعيه العموميه اعتمدها الوزير. بتفصلهم ليه؟ بتفصل ليه الموافق عن غير موافق ومش اعضاء؟ ولا انت رئيس الموافقين بس؟ يعني انت يعني انت رئيس الموافقين بس؟ وفي انهي قانون؟ انهي قانون عملت بيه الجمعيه بتاعت الموافقين والغير موافقين؟ لا 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 لا، الناس فعلا محتاجه. وعشان كده انا والله بتمنى، انا شخصيا اصبحت بعد الكلام، بعد ما يقال، لان على فكره انا لما بتكلم بحرقه الاهلاويه اللي في الشوارع واللي على القهاوي واللي في بيوتهم واللي كانوا فاتحين قناه الاهلي على مدار ال 48 ساعه بيتابعوا، العدد وصل كام؟ بقينا قد ايه؟ صح. دول اللي انا معني بيهم قبل اي حد. وعشان كده انا نفسي حقيقي نفسي اكشفهم بامانه، نفسي اكشف المعارضين او اللي اعترضوا على عقد الجمعيه العموميه للاهلي، يجوا في المناظره سواء هنا او في اي حته. وإن لها مفيش حج. ما انا بقول لحضرتك، اقول لك على حاجه، ممكن ارفع ايدي مع حضرتك. احنا حضرتك تمثل النادي الاهلي كمحامي النادي الاهلي، وشرف ليا، شرف ليا. وانا بعيد بقى، مش هتكلم كوره، احنا دلوقتي في شغل. انا مذيع في قناه النادي الاهلي. ارفع ايدي مع حضرتك مناظره مع اي حد يتكلم معايا في تفاصيل تخص النادي الاهلي. انا حضرتك قانوني وانا غير قانوني، يقعد معايا مناظره في اي حاجه عشان الجماهير تبقى عارفه. واحنا هنقول لهم احنا اهو ادي القانون وادي اللائحه وادي قرار الجمعيه العموميه. ادي القانون وادي اللائحه وادي قرار الجمعيه العموميه. ويلا اللي معاه ورق زينا ضد هذا الورق يجي لنا ويقول لنا. يا اللي ما لقيتش حاجه النهارده في نفس التسجيل الصوتي، في نفس التسجيل الصوتي هو تقصد مين؟ بصراحه اقصد رئيس نادي الزمالك. مال قال حاجه على الاهلي النهارده؟ طبعا قال ايه؟ بس المهندس محمود طاهر مش قانوني زيي، ولو كان قانوني زي ما كانتش الجمعيه. احنا ما بنعرفش نتصرف في الشغل اللي مش مظبوط. احنا شغلنا كله على ميه بيضاء. احترمه اقدره. وخليني اقول لك في الكواليس، يقول لك واول مره هقولها على شاشه النادي الاهلي للناس، للبعض اللي بيقول لي انت بطلت اولا انا بحترم الناس كلها، لان اتعلمنا كده الاكبر منك حتى لما يطلع حاجات خارجه عن النص عليك اللي انت تحترمه. عملنا كده وردينا باخلاقياتنا، اتحاربنا شهر واثنين وثلاثه واربعه وبقوه جماهير النادي الاهلي استمرينا. انا لسه عارف الموضوع ده دلوقتي. حصل اتصال من المستشار مرتضى منصور لبعض الحاجات اللي حصلت قبل كده، والراجل قدم اعتذار لبيتي ولنفسي. فبعدها خلص الكلام، يا جماهير الاهلي يا اللي انتوا بتقولوا ما بتردش ليه؟ البعض منها حصل اعتذار فخلاص. لكن انا عند النادي الاهلي ببقى شخص تاني او حد تاني لاهلويتي وحبي وعشقي للنادي الاهلي، فما بقبلش اي جمله ولا على جماهير ولا على رئيس نادي ولا على جهاز فني ولا اي حاجه، لان انا اتعلمت كده. الاهلي علمني كده. فمن هنا انا شرحت لكم ليه ما كناش بنتكلم دلوقتي واول مره اتكلم في قناه النادي الاهلي. لما تقدم لك اعتذار المفروض تعمل ايه؟ خلاص نقطه من اول السطر، والكبير يبقى ليه احترام. صح ولا ايه؟ بس انا واجبي يا كابتن. لكن لما يقول بقى رئيس النادي الاهلي كده مش راجل قانون، لو خلي بالك وده فكر رجاء عطيه مجرد. ايوه لا الاسم مجرد. لا مجرد رجاء عطيه قيمه وقامه حرجه. بس عايز اقول لك على حاجه، انا بحاول اتمالك اعصابي، لان انا من نوع لما بقى عندي معلومه قويه وشايلها في جيبي في الكلام زي ده يخليني اخرجها. ما هو في الكواليس كواليس مع اللجنه الاولمبيه، وفي الكواليس كواليس مع وزاره الشباب والرياضه، وخلونا ساكتين. أيوة. يا جماهير الاهلي صدقونا. في الكواليس في حاجات على ناديكو مش هتكلم برضو فيها احتراما للنادي الاهلي، واللي انا مش قادر اقول، مش هقول اكتر. فاضل لي حاجه واحده بس عايز ارد فيها في نفس التسجيل الصوتي. انا ليس اعلان صوتا اقوانا حجه ابدا ابدا، ليس على صوت. واحنا على فكره ما بنخافش من الصوت العالي، ما بترهبناش المساله دي خالص. طبعا يا فندم انا الاهلي اخاف من مين؟ الناس كلها تخاف مني، انا اخاف من مين ان شاء الله؟ النهارده في التسجيل الصوتي لما يقول ان النادي الاهلي جوه اللائحه اللي بيصوتوا عليها بيقر ان مقره في الجزيره. ولا تقربوا الصلاه
ولا تقربوا الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نص المادة بيقول مقر الرئيسي في الجزيرة وله مقر ثان وله مقر ثان مدينة نصر وفرع بستة أكتوبر مدينة الشيخ زايد. مادة أربعة من اللائحة اللي الناس صوتت عليها. ليه؟ قال في الأول مقره الجزيرة. شاء محدد عنوان النادي الأهلي في الجزيرة. ماشي؟ طب ما تكمل بقى. كمل بقية نص المادة. لا ولا تقربوا الصلاة كده مش هنصلي. ما نص بقية نص المادة بيقول إيه؟ وله مقر ثان في مدينة نصر وفرع. ما جابش طبعا سيرة التجمع الخامس لأن لسه ما اعتمدش فرع من الجهة. معاك جوابات بالكلام ده أساسا. ومعاك جوابات. وده على فكرة ده كلام موجود على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي موجود يعني اللي عايز يخش عليه يخش يعني ويرجع للائحة. ويفاضل. جمهور النادي الأهلي كله الناس أصحاب نظر. وأصحاب فطنة. يفاضل ويناظر. طيب. يقرا اللائحه في الماده 4 بتقول ايه ويسمع التسجيل الصوتي اللي اتقال من رئيس نادي الزمالك النهارده بيقول ايه. يا فندم خارج بالوزاره 73 مليون جنيه بتتكلموا فيها يا جماعه؟ لا مش عايز يتكلم. أيوة والله أيوة. لو جاء بيا الامر لا اتكلم. انا قلت لكم مش باقي على حاجه. اللي بيدينا حاجه ياخدها ايا كان هو مين ايا كان هو مين. لو اضطريت اتكلم في امور صعبه جدا واقلب الترابيزه والكل بقى الناس العقاب الجماهير وجمال عموميات هي اللي بتحاسب. فانا مش عايز اتكلم في تفاصيل التفاصيل بالمستندات والله. أي بالمستندات. أي أي أي. لكن ساكت وبتحمل الصعب اللي بشوف من ناس عشرة عمر وناس كان تنحني لك احتراما بقت تتطاول. بنقول مش مشكلة عشان خاطر الاهلي نستحمل وهو ده العمل العام. لكن لو الواحد خرج اللي معاه يخص حاجات امور داخل النادي الاهلي او امور في الوزاره بتحصل احترم سياده الوزير جدا جدا. لكن اللي يجي على الاهلي لا انا اسف. فمن هنا خليني اسالك سؤال يعني هيريح ناس كتير وانا عايز اعرف. نعم. ابتدت الجمعيه العموميه. نعم. لسه ما ابتدتش يعني ليه؟ اخذنا قرار يوم الجمعه يا جماعه يوم 25 في مدينه نصر. خلاص؟ بالمناسبه الناس جت مدينه من الجزيره. مش عايز افرق يا ناس. اهلاويه جم من الجزيره واهلاويه جم من الشيخ زايد راحوا على حبا وعشقا في النادي الاهلي. مش عشان حد مش عشان انتخابات. والله ومن صحابي. السؤال هنا تصحى من النوم الصبح على مدار اسبوع كامل دعوات ناس اكلوا عيش من القناه دعوات باللي هي مش هتحضر. ناس لعبوا في النادي الاهلي دعوات ما تحضروش. صحف قوميه البعض منها ما تحضروش. ده انا بسأل حضرتك ولسه شغال لسه الناس هتبتدي بسم الله الرحمن هتروح تاني يوم. ده معناه ايه؟ المعنى الحقيقي له بان في سلوك الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. هم اللي ردوا. بما يغني عن ردي ورد سيادتك. ماشي؟ لا لن تنالوا من هذا الصرح. لن تنالوا من هذا الصرح. كلكم مقاربكم معلومه. كلكم مقاربكم يا اللي عايز مهندس محمود طاهر يرد عليك. مش هيرد. ده بيقول لك رد وبيتكلم وبيهاجم. يعني بص البجاحه. ما اقدرش اقول غير كده. يقول لك اتقال من الاهلي وقناته وهاجموا الرموز وبعد كده رئيس النادي هاجم. قلت لهم هاتوا فيديو واحد هنا جاء سيره رمز او نجم او اهلنا اي حد اتكلمنا بمنتهى الواقعيه والموضوعيه وقلنا بمنتهى الاحترام. ما فيش تصريح يعني هم يقولوا ويبنوا فكره وعايزينك ترد على الفكره اللي هي كذب اساسا. ما انا بقول لحضرتك انت عايز المهندس محمود طاهر يرد عليك مش هيرد. انت عايز الاستاذ احمد وحيد يرد عليك مش هيرد. عايز الاستاذ كامل زياد يرد عليك محدش هيرد. مش هيردوا عليك بالقانون. هم عندهم مهمه اكبر من ان هم يردوا عليك. في عندهم مهمه اخرى الحفاظ على هذا الصرح الحفاظ على القلعه الحمراء. هم مش راضيين لك. محدش هيرد عليك. اعمل اللي انت عايزه ببساطه يعني. هو ليه بس انا لما غيرت من الكلام انا غيرت كاهلاوي. مش كمحامي النادي الاهلي. خالص لا يعني انا كاهلاوي غيرت من الكلام بس ما هو خلي بالك خليني اكلمك بصراحه بقى خلي بالك اصل انت ايه ما تعرفش الشخصيه اللي قاعده قدامك. في حد راح الحج ربنا يغفر له يا رب يا رب فما خلاص ما فيش حاجه ما هنروح نمسك حاجه ثانيه نحاول نجيب حد ثاني يبتدي يعد لنا القصه ويزيد فيها. بيه انا عايش في الدوله دي وحافظها والامور استثنائيه وهبت الدوله اول ما تتكلم في جد يدخلك في قصص ثانيه خالص. ليه لما باجي اخاطب النادي الاهلي قول لجمهور الاهلي عشان في الكواليس ليه لما باجي اخاطب النادي الاهلي عن طريق المواقع والصحف او الاعلام ما بخاطبش النادي الاهلي ولا بمستند ولا بورق. ده كلام. ده كلام.
ليه 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 ما ليه ده الكلام ده مش موجود؟ الحجة بتضحك. الضعيفة الحجة الضعيفة بيواجهها الحجة القوية بالمستند ببساطة شديدة. حجة طيب حجة واحد هو الفكرة بس إنه يعني ما في واحد يبقى خلي واحد راجل محترم أو ماشي في الشارع فيشتمه والراجل ما عملوش حاجة. طب أنت عامل بتشتمه ليه؟ هو عايز يروح يقعد في وسط الأهالي التانيين الصيع ويقول لهم شفتوا لما شتمتوا فلان؟ هو عايز يحكي الحدوتة دي بس مجرد إن هو يذكر اسمه جنب اسم فلان المحترم. هو مش عارف يمشي جنب فلان المحترم، مش عارف يبقى زي فلان المحترم فاشتم. طيب جالكوا اي؟ انا مش عايز اتكلم في بعض لان انا مش من حقي بعد ده بتاع ربنا. لا انا فاهم بس عشان اوضح للناس عشان انا باخد لحضرتك لمناطق معينه عشان حضرتك تشرح للناس. نعم. بعد اكيد مش هقوله حفاظا على ناديه ولا وانا عندي معلومه طبيعي لان انا ما اعرفش حاجه بس حتى لو عندي مش هقول لان لازم تبقى صاحي طول الوقت للناس دي. لكن انا عايز اكلمك في نقطه. خلصت الجماعه العموميه وسبت المستشار قال الكلام اللي احنا سمعناه من شويه 14975 حضروا الاصوات الصحيحه كذا الاصوات الباطله كذا والرقم خلاص واعتماد الجمعيه العموميه او اللائحه الاساسيه للنادي الاهلي اعتمادها المعمول بها من تاريخ لقيت على طول موقع ايال مضروب ورقه منه اللي هو بيقول لك مناديل والناس عارفه واللي عايز يعرف يدخل على الفيسبوك بقى عندي ما دام انتوا بتتابعوا وبتصوروا المسلمين في العسل انا مش هقول على الهوا. الموقع المضروب اللي كان فيه واحد عامل كام واحد عامل نفسه بينتمي للنادي الاهلي قال لك على طول جالكوا ورق بس من اللجنه الاولمبيه او خطاب بعد الجمعيه ولا ما جاش؟ خطاب من فين يا فندم؟ اللجنه الاولمبيه. بعد سياده المستشار ما قال اللي خلاص والجمعيه العموميه حضر كذا واللائحه الاساسيه انا اعتمد جالكوا خطاب؟ هو 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 المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه له كل الشكر والتقدير لشخصه يعني قيل على لسانه واحنا مش متاكدين يعني ايه قيل على لسانه؟ ما هو الراجل لا اكد ولا نفى. اتصل بحد في الاهلي؟ اطلاقا. بعت فاكس؟ اطلاقا. بعت جواب؟ في تصريح صحفي قيل ان هو بيان صحفي. ما انا مش هصدق على لسان المهندس هشام حطب واحنا لحد دلوقتي مش مصدقين ان ما جالناش حاجه رسميه. عدم اعتماد الجمعيه العموميه؟ عدم اعتماد الجمعيه العموميه والجمعيه العموميه للنادي الاهلي باطله. وانا اربأ بالمهندس هشام حطب ان يحط نفسه في هذا المأزق حيث ان اللجنه الاولمبيه بكامل اعضائها كل الاحترام ليهم ليس من حقهم اعلان بطلان جمعيه عموميه النادي الاهلي. هتعمل ايه في ال 15000؟ ليس من حق احد الا مركز تسويه منازعات التحكيم في اللجنه الاولمبيه اللي هو رئيسها ونتكلم بقى فيها بعدين اللي هو رئيسها. يعني اسمعوا يا جماهير النادي الاهلي في 2017 وبنقول الدول الكبيره بتبني نفسها بالقانون وانا قلت لكم كده وساكت ومش عايز اتكلم. فاكرين في حلقه من الحلقات قلت لحضراتكم النهارده انا بختصم اللجنه الاولمبيه لان هي ما تقدرش تقول زي ما الاستاذ المحامي الاستاذ ابراهيم فكري المحترم بيقول عاملين اللجنه اللي انت تختصم فيها لمين رئيسها؟ الاستاذ هشام حاتم. ما فيها اعضاء ما هو هيوجه الاعضاء. احنا بنضحك على مين يا جماعه؟ يعني صح ولا انا بتكلم غلط؟ لا يعني الفكره هو ده الطريق اللي رسم القانون للطعن. ومع ده سمعت الكلام اللي اتقال في ثلاث حلول عشان كده انا وصل لك الكلام. النقطه دي مهمه جدا يا كابتن بعد اذنك عشان اصل اللجنه الاولمبيه اعلنت بطلان الجمعيه العموميه. لا ده انا هنا برضه بخاطب جماهير النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه اللي كانوا نواب عنهم. ليس من حق احد اعلان بطلان الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. طب افرض اعلنوا كلها هتتحمل المسؤوليه. لا مش افرض اعلنوا هعتبرها وجهه نظر شخصيه. يعني يوم هيعلنوا يعني انا لما اتقال لي امبارح المهندس هشام حطب اعلن كذا قلت له وجهه نظر الشخصيه ويناقش فيها. يعني وجهه نظر الشخصيه ويناقش فيها. انما انا عشان اعتبر ان ده قرار اكيد لا. النادي الاهلي تهدد باي جهات سياديه؟ اكيد لا. اكيد لا. قولا واحدا اكيد لا. النادي الاهلي بيحترم القانون ووجود اعضاء الشيخ زايد في كشوف الجمعيه العموميه اكبر دليل. لان عنوان الدوله المتقدمه عنوان الدوله المتقدمه هي مدى احترامها للقانون. اذا كنا عايزين نروح دوله متقدمه بحد قول حضرتك يا كابتن هو انا بقيس تقدم الدوله بمدى احترامها للقانون. دي حقيقة. بقول لحضرتك او المهندس محمود طاهر كلمة ونص واحنا قاعدين يا جماعة اللي انتوا اللي حصل ده طب تقرير هيئة مفوضي الدولة يوقف تنفيذ حكم أول درجة اللي طالع لصالحهم؟ قالوا لا. منتهى الصراحة لا ادرجوه. كمان. فليكن القانون ولا يذهب العالم للجحيم.
والنبي الجمل الجميله، في جمل كده من ضيوفها بيجي يقول لها حبا وعشقا في الاهلي بحب اسمعها، دي نقطه قانونيه، جمله قانونيه احب اسمعها تاني. فعلا ما انا بقول لحضرتك ده كان كلام المهندس محمود طه. يا جماعه حكم اول درجه تاريخ هيئه مفاوض الدوله يوقف تنفيذه، قلنا له لا ما يوقفش تنفيذه، لازم المحكمه الاداريه العليا هي اللي تحكم بوقف تنفيذ الحكم. قال لنا يعني الحكم ما زال ساري، قال يدرجوا في الجمعيه العموميه. هو عارف مدى خطوره ادراجهم. اذا كانت حسبه انتخابيه بقى زي هم ما بيقولوا، اذا كان المهندس محمود طاهر عاملها حسبه انتخابيه زي هم ما بيقولوا، هو عارف مدى خطوره. لا طب ده انت عندك تكئه تقدر تتكئ عليها يا باشمهندس، ها في 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 في, في الموقف ان والله الطعن بتاعهم ما زال متداول قدام المحكمه الاداريه العليا. مش ده كان ممكن يتقال يا كابتن؟ صح، ده لسه القضيه متداوله قدام المحكمه الاداريه العليا. انما لا، انا بسالكم كقانونيين، الكلام ده والكلام كان قدام طارق العصر لكل الشكر، هذا الجندي المقاتل يعني مدير الشؤون القانونيه في النادي الاهلي، هذا الجندي المقاتل كان الكلام معاه برضه في نفس الاتجاه، يوقف التنفيذ؟ قال له لا حضرتك محمود بيه ما يوقفش التنفيذ، سالني ما يوقفش التنفيذ لتقرير هيئه المفاوضين مش اكتر من تقرير استشاري، ها يروي للمحكمه الاداريه العليا، مش هيوقف التنفيذ غير حكم المحكمه الاداريه العليا، قال له ادرجه. الكلام ده والجمعيه شغاله، يعني الجمعيه هتشتغل بعد بكره. واخد بالك؟ ده كلام يعني الجمعيه هتشتغل بعد بكره. ففي اكتر من كده احترام للقانون ايه؟ وفي الاخر يتقال اصل دي معموله انتخابات ومش انتخابات. حد يقول لي صوره مين اللي اترفعت؟ ممكن اقول لحضرتك على حاجه؟ هكلمك وحضرتك كراجل قانون وتمثل النادي الاهلي وانت قاعد على الشاشه. شرف ليا، شرف ليا. واحنا كمان بنتشرف بوجود حضرتك. ربنا يبارك. في نقطه مهمة جدا اتكلم فيها النهارده. اتفضل. فكرة اللي هنفضل عايشين عليها لسنين طويلة، خلاص الواضح اللي احنا دي أزمة نفسية، بالونة الاختبار. نعم. في البداية الأهلي يعمل لائحته ويقول لك إقصاء إقصاء في اللائحة. نعم. وبعد كده تقسيم النادي الأهلي بكل فروع. بعد كده نخرج من دي نوضح ونقول والله ما فيش وهتشوفوا على عهدنا. مش هنسمح بالكلام ده. بعد كده فكره بالونه مش هنعتمد الجمعيه العموميه، ايه باطل باطل. واحد تاني صحفي كان بيدافع هنا عن النادي الاهلي في يوم من الايام، مش موجود في القناه، كان الاهلي زي الفل وحلو. بدون ذكر اسماء المره مليون، لكن لما احب اقلب كرسي في الكلوب كله يقول لك جواز عتريسه من فؤاد باطل. ينفع؟ انا بحسبها بتاع الدستور. هل الاهلي الكبير اللي كلنا بنحترمه والاهلي بيحترم الناس قبل اي حاجه توصل بينا؟ هو الاهلي بقى اهلا باحترامه للناس واحترام الناس له. هو عنصر الاحترام المتبادل ما بين النادي الاهلي وجماهيره، بدونهم كان بقى النادي الاهلي. وده اللي بيفتقدها الكتير، ودي اللي بيفتقده الكتير. بالونه الاختبارات دي الكتير قوي اللي مرته بيها، عشان كده كل اتعاملتوا معاها ازاي؟ كل حاقد يلا مرقص عضلاتي على النادي الاهلي، والله النجاح مخططي في مواجهه النادي الاهلي، يبقى ما اسهل ان هو يمر على الكل. طب انه افشل مخططي، والحمد لله افشل. الحمد لله افشل المخطط، يبقى هقف مكاني. اتعاملتوا ازاي مع يوم اتنين تلاتة برضو مرة تانية كل يوم بالونة اختبار شكل وبتضرب في أساس النادي الأهلي وبتضرب في ولاد النادي الأهلي مع بعض وبتعمل فتنة ما بين النادي الأهلي وبين ولاده؟ اتعاملتوا ازاي مع الكلام ده؟ لأن دي حاجات لازم توضح بسرعة. والله بص هقول لحضرتك على حاجة، احنا ترفعنا عن الرد في حاجات كتير قوي. يعني ترفعنا عن الرد في حاجات كتير قوي قوي قوي، بس كان في حاجات بتستثير غيرتك بقى بصرف النظر عن كون حضرتك مذيع في القناة او انا محامي النادي، او المساله بتخرج بره الاطار ده، تلاقي نفسك بتتصدى غصب عنك كاهلاوي بقى انت. مش الموضوع بره 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 الاطر دي كلها. فلازم ارد يعني. فلما يجي لك صحفي مثلا في الدستور، انت عرفنا ان انت كل شويه بتكتب ماشي الملك الفلاني عاش الملك، طب الملك العلاني مات الملك وبتاع كده، مالك انت ومال جلبيه صالح سليه بعنوان عريض رحمه الله عليه طبعا. الاسطوره الكبير المرحوم كابتن صالح سليم، جلبيه صالح سليم كبير عليك يا محمود يا طاهر. ايه يا عم؟ ده مش فرح العمده، انت داخل تسقف. حاسب يا عم ارجع انت مكانك. خليني اقول لحضرتك، لو انت ما تعرفش اسالونا واستعينوا بينا واحنا نقول لك الحقيقه. يا فندم انت قلت مات الملك عاش الملك، اللي كتب الخبر دوت في المركز الاعلامي نادي الزمالك شغال فما يقدرش يعمل غير كده. اسالني وانا هقول لحضرتك على جزئيه تانية على الهوا اهو. انا كنت رايح ندوه في جريده الدستور، جالي كنت تعبان جدا فجالي الجريده دي وشفتها وهي مكتوب كده، قلت له اعتذر عن عدم الحضور لان انا شفت حاجه لا تليق بالنادي الاهلي، النادي الاهلي برموزه
اللي يحترمهم انا احترمهم. انا اسف مش هقدر اجي الندوه والكلام ده انا شفته وبقوله قدامك. انا ما اعرفش لحضرتك جاي تتكلم في حاجه زي كده بس ده جاب عرضا والله. ده انا بفتكر انا بقول لحضرتك هو مين رئيس المركز الاعلامي في نادي الزمالك اللي انا بحترمه هو اللي كتب كده. فعايزه هيكتب ايه؟ انا بتذكر مع حضرتك عرضا الكلام اللي ترفعنا عن الرد عليه مع اننا كنا نملك الرد. نملك الرد اللي يعني اللي ابسط رد فيه ان احنا لو كان قابل واحد فينا وبص له كان لحمه وشه يسقط. لحمه وشه يسقط. لكن ترفعنا عن الرد. وما اكثر من هذه الصغائر يعني. احنا كبار على لان النادي الاهلي اكبر من كده بكتير. كبار قوي قوي. النادي الاهلي اكبر من كده بكتير. بتشوف حاسس اول ما قلت لك كده حسيت في عينك الغضب. حسيت في عينك اللي انت شفت حاجات كتير مش عاجباك. من دي يعني انا ذكرت مثل منها والله. انا ذكرت مثل منها مش اكتر يعني. وكل ما نتكلم في شأن عام يخص النادي الاهلي ياخدوك لدائره الشخصنه. يجروك لدائره الانتخابات. يا جماعه ده لسه جالكوا احباط لوقت ما؟ خالص الحمد لله. الحمد لله ما صابش حد فينا احباط. طول ما احنا مؤمنين بالله عز وجل وبعقيدتنا وبحبنا للنادي الاهلي واهلاويتنا ما صبناش الاحباط ابدا. وكنا واثقين من انتصارنا. كنا واثقين من انتصارنا مفيش كلام. مجلس اداره برئيسه مقاتلين، جهاز اداري برئيسه مقاتلين، شؤون قانونيه بالكامل داخل النادي مقاتلين. يعني المهندس محمود طاهر غالبا نال ما يتمناه قائد. جالكم احباط بعد اعلامي بيطلع لك يظهر على الشاشه مخصوص ويقول لك كانوا متوقعين 50,000 كانوا متوقعين 40,000 فجاء 4 ده لا 8 واحنا ما كناش كلنا ده اللي موجودين مش عارفين لان ما فيش فرز فكله بيتوقع لان الفرز هيبقى تاني يوم. ما دي اكيد يبقى عندك تخيل او رؤيه للناس اللي حضرت عاملين حصر بيها. كنت تتصور كام العدد؟ لان احيانا سمعنا 10 وشويه 9 وشويه 8 واتقال بالكواليس على حسب الاعلام اللي حاول يصدر لنا الاحباط وقال لك 50,000 عشان يحبط الناس تاني يوم. برضه في احباط ولا الاهلي ما بيحبطش مكمل في طريق؟ اللي كان يشوف كبار السن وهم داخلين حرضنا الصوره والله يتوكأوا على عكازهم مسنودين من الناحيه دي من الناحيه دي عشان يحطوا صوته لوضع دستوره وضع دستور النادي الاهلي. ها كان يعرف ان جمهور النادي الاهلي وجمعيته العموميه ما بيحبطوش. ما بيحبطوش ابدا. الحقيقه هو العدد ما هوش صغير يا كابتن. ما كانش يعني العدد ما هوش صغير ده هم اصلا النصاب اللي محطوط لنا 12 ونص كان نصاب تعجيزي يا فندم. ده اكبر انتخابات في تاريخ الاهلي جه فيها 17 عوامل عوامل الحر. الانتخابات مش جمعيه. عوامل الحر مع الصيام الحج. مع الصيام مع موسم الحج مع الضجه الاعلاميه بطله 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 والناس قاعده في البيوت. دي لوحدها ما تنزلش حد من البيت. ما تنزلش حد ابدا. انا ايه اللي يتعبني في جمعيه عموميه بطله؟ ماشي كل التحديات دي ومع ذلك يجي لك العدد ده؟ لا لا خاف على نفسك من الحسد. عايز اكلمك خاف على نفسك كنادي اهلي من الحسد. عايز اخرج شويه كده قبل سؤالنا الاخير. اخرج شويه وانت حضرتك بتتكلم عايز مش هلعب سياسه. نعم انا برنامجي ولا دين ولا سياسه انا رياضه فقط. لكن حاجات سمعتها في السياسه كتير في نقط مهمه جدا وتتمثل في الوضع الحالي داخل النادي الاهلي. نتكلم على توسيع قاعده المشاركه والديمقراطيه والكل لازم يشارك والجمعيات العموميه هي اللي تجيب وازاي نحط لوائحنا وحاجه عشان هم يدخلوا بكثافه عشان يجيبوا بدل ما الناس ممنوعه. لما رحنا على المستوى الرئاسي اتعمل يوم واثنين وثلاثه. نعم. ومقرات كتيره رحنا لمجلس الشعب ويوم واثنين وثلاثه وده قرار محترم عشان توسيع القاعده. اجي عند الاهلي اللي هو انا اسف منحاز قوي ممكن الناس تزعل مني لكن دوله جوه دوله 60 مليون مع عاشق للاهلي. واجي عنده اقول له يوم و12,000 وفي الحته دي ولو ما عملتش هنا انا بقى الخرزانه واقف. هتسمع الكلام ولا في وقت صعب زي ما انت بتقول. كل التحديات دي كانت قدام عينين الناس. طب ما الدوله عملت كده يعني في انتخابات الرئاسه وده قرار محترم. والله 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 يا كابتن لو شفت حضرتك الراجل امبارح هو عضو جماعه عموميه محترم له كل تاني. الحقيقه ما اعرفش اسمه عشان اذكر اسمه يعني. لكن انا اهلني المنظر واحنا خارجين من الصاله المغطاه وهو بياخد الاستاذ عماد وحيد في حضنه ودموعه منهمره. يا فندم انا كنت واقف مع سيده يعني والله قالت لي ما تقولش اسمي عشان بنتي لسه متوفيه وما يقولوش اللي انا بزايد في اكتر من كده. منهاره من العياط وحتى صوره بنتها على صدرها كده في دايره. داخل هي عضوه داخل النادي.
ومش قادر اقول لك فرحتها عامله ازاي، بتقول استغفر الله العظيم يا رب ما فيش حد يعوض الابن ابدا. انا النهارده اتعوضت عن بنتي اللي ماتت، فما قدرتش خلاص مشيت، لان حسيت اللي هيحصل انهيار شويه من فرحتها وبتفتكر ابنها بنتها في نفس الوقت. فمع زوج وزوجه جاي مدينه نصر، انا مش عايز اقول مدينه نصر والجزيره بيحاولوا يوقعونا في كلها، ما دي بيوتنا نقول زي ما احنا عايزين. ما دي بيوت الاهلاويه، يعني ما دي بيوت الجمعيه العموميه، مش دي بيوت اعضاء النادي. ما هو ده، ما هي بيوتنا يا كابتن. قال لك فرقوا وقسموا مدينه نصر ومدينه نصر والتجمع. هو يوزا ما هو عايز يقول اللي بيفرق ويقسم، اللي بيطلع من بوابه النادي الاهلي يشتم في النادي الاهلي، ده اللي بيفرق. صح، احنا ما بنفرقش. احنا النادي الاهلي في مدينه نصر وفي الجزيره وفي الشيخ زايد وفي التجمع، كلها بيوتنا. دي بيوتنا. هو يقول عايز يقوله. مش عايزك تدخلني في تفاصيل في اللي جاي، لكن طمني وطمن جمهور الاهلي وطمن اعضاء اللي جاي، اعضاء الجمعيه العموميه يطمئنوا، وكل جماهير النادي الاهلي في مصر من اقصاها لاقصاها وفي افريقيا والوطن العربي يطمئنوا تماما للمرحله اللي جايه. النادي الاهلي، الاهلي حديد، الاهلي حديد، الاهلي فوق الجميع. شعار تحقق بمنتهى التجلي امبارح واول امبارح، في منتهى التجلي، الاهلي فوق الجميع. يا اللي عايز تتعلم تعالى، تعالى اعرف وتعلم ازاي يكون الانتماء، ازاي يكون الانتماء يا بتاع الشمع الاحمر على دكان المزين. انا شفت النهارده في الحلقه رياكشنات غضب وعندما نقول جماعه عموميه، شفت فخر وعزه وكرامه، وشفت عند ناس بتحاول تمس بالنادي الاهلي انتفاضه، شفت الرياكشنات حضرتك الكتير جدا في الحلقه النهارده. هختم زي ما بختم مع ضيوفي، كاميرا حضرتك اهي، اتكلم اللي عايز تقوله اللي حضرتك مجهزه بعد ما اسالك السؤال. حضرتك جوه بيتنا الكبير قوي النادي الاهلي، هتقول ايه؟ اتفضل. بخير قوي 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 قوي، طول ما هو بيضم بين طياته هؤلاء المقاتلين. النادي الاهلي بخير، النادي الاهلي بخير، النادي الاهلي بخير، النادي الاهلي لن توقف مسيرته كل هذه المهاترات. الكل يعلم من وراء هذه المهاترات، الكل يعلم مصير النادي الاهلي الى اين، دايما الى الاعلى. انا عايز في النهايه اتوجه بالشكر لمجلس اداره النادي الاهلي، مجلس ورئيس، على المجهود المدني والشاق اللي بذلوه في صمت، في صمت. عايز اتوجه بالشكر لاعضاء الجمعيه العموميه اللي كانوا سفراء ونواب عن 60 مليون مصري في مصر من اقصاها لاقصاها، عبروا عما يجيش بداخلهم جميعا بتصويتهم في الجمعيه العموميه. عايز اشكر اللي حضروا وقالوا لا للجمعيه العموميه، عشان انتوا اللي ضربتوا مثل واروع مثل على الاعمال الديمقراطيه داخل القلعه الحمراء. انا عايز ما يفوتنيش الشكر الكبير جدا 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 للساده المستشارين الاجلاء اعضاء هيئه النيابه الاداريه، ها، يعني بما فيهم وعلى راسهم رئيس اللجنه العامه وكل الساده اعضاء هيئه النيابه الاداريه اللي كانوا موجودين واللي شرفونا، واللي شرفونا بوجودهم على صناديق النادي الاهلي، والحفاظ على اصوات اعضاء الجمعيه العموميه اللي جم علشان يوضعوا دستورهم. بشكرهم جميعا. استاذ ابراهيم فكري محامي النادي الاهلي، اتشرفت بالحوار معاك. شرف ليا كابتن والله، شرف ليا والله، انا سعيد جدا بالوجود معاك. مش هتكلم على الاساس بتاعك اللي انت محامي النادي الاهلي، انا هتكلم افتخر ان انا قاعد جنب واحد اهلاوي بلغه الشارع زي ما حضرتك اتكلمنا، اللي احنا دي لغتنا النهارده. قاعد جنب اهلاوي جدع بيخاف على النادي الاهلي. ببارك لك يا كابتن، ببارك لك، ببارك لك بشكل شخصي، وببارك لكل العاملين في القناه، وببارك للجميع على الانتصار التاريخي اللي حققته اعضاء جمعيه العموميه للنادي الاهلي. شرفتني ونورتني يا استاذ. شرفتني ونورتني. ده كان لقائنا مع محامي النادي الاهلي الاستاذ ابراهيم فكري. اتمنى ان الناس تكون فهمت حاجات في الكواليس، نقدر نقول اي حاجه لكن ما طلعناش ولا حاجه. ده خلاصه الحوار، بس وضحنا بعض الامور للي عاوز يفهم. الاهلي فعلا فوق الجميع، هو مش جمله بس بتتقال او شعار، لكن احنا بنطبقها على ارض الواقع. الاهلي كان في لائحته بيصنع مجد، بيصنع دستور لكل اعضاء الجمعيه العموميه، وجم ب 15,000 قالوا كلمتهم، لكن ما كانش في انتخابات زي الترويج، ولا كان في تقسيم، ولا 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 كان في حاجات كتير خالص من الكذب اللي حضراتكم سمعتوه. هنهي بجمله مهمه جدا لاعضاء الجمعيه العموميه، وبخاطب هنا الناس اللي اتهمتهم، مش عضو الجمعيه العموميه اللي منديل يحركه ولا فلوس ولا وجبه،
العيب كل العيب من اللي قال كده هو اللي بيعمل كده، قال كده عشان كرشه دلدل من اللي هو قال كده. كل واحد قال على اعضاء الجمعيه العموميه كده ليه مصلحه، ليه غرض، ونيته مش سليمه. مش هقدر اقول اكتر من كده دلوقتي، لكن انا فخور جدا جدا زي ناس كتير فخوره باعضاء الجمعيه العموميه، برجالها، بشبابها، بنسائها. نسائها اللي اتهمونا لما استضفناهم هنا، ده الناس كلها بتبقى فرحانه، خصوصا بسيداتها ونسائها اللي كانوا على قلب رجل واحد زي الرجاله الموجودين وزي الشباب. وكمان جمله قبل ما اختم، بشكر كل فرد داخل قناه النادي الاهلي في كل البرامج اللي الشرف معيارنا ومبادئ الاهلي معيارنا. والنهارده رئيس الاهلي المهندس محمود طاهر هنسنده وهندعمه وهنقف جنبه، لو بكره المهندس محمود طاهر هنسنده وندعمه، لو بقى حد تاني هنسنده وندعمه، لان هي دي مبادئ النادي الاهلي اللي عايزين تغيروها بين يوم وليله. المجد، كل المجد لشهداء النادي الاهلي، وتصبحوا على الف خير.